انزل يا اخويا انزل. شنطة نهارك زي وشك، لو كانت دارت الحاجة وصل، الحاجة يودينا في داهية. أنا أعمل إيه يا أستاذ شحاتة؟ ما أنت نايم طول الطريق والدنيا كانت زحمة والعربيات قافشة في بعضيها. أنت هتحاسبني ولا إيه؟ اسكت خالص، أنت هتودينا في داهية. أسأل مين دلوقتي؟ أسأل مين؟ لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحلة اللي جاية من العمرة؟ وات؟ أيو كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني أنا أغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون. سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من الف ميعاد. سليم الاشقر. الله، هو الاتفاق كان اننا هنتقابل في المطار؟ احنا اتفقنا انه هنتقابل اول ما هوصل على مصر، وانا بعدني جاي من بيروت. يا الف حمد لله على السلامه. يا اهلا، كيفك؟ استاذن انا بقى عشان يا دوب الحق الفطار، واحنا على ميعادنا نتكلم في التليفون واخدك افرجك المول الجديد. كتير منيح، اذا ما معك سياره بنوصلك بطريقنا. بنتي جايه تاخدني. لا لا، انا عربيتي هنا. يا اهلا يا اهلا يا حاج، حمد لله على السلامه، عمره مقبوله ان شاء الله. اتاخرت ليه يا شحاته؟ يا حاج انت عارف بقى الشوارع زحمه، وانت عارف نهار رمضان. كل سنه وانت طيب. طب يلا خد الشنط. حاضر حاجة. لك يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة منبش عليك. الشوفير ما اجا، بس طلبت لك احلى ليموزين. فواز بيه، بعرفك على بنتي مايا، بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، لا مؤاخذه ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا، كرمال ربنا. العربيه جاهزه يا حاج. إيه، ما في داعي نعطلك هلا. مايا، وين عربيه الليموزين؟ ليموزين ازاي؟ معقوله سليم بيه الاشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاته. نعم يا حاج. انت فهمت طبعا هتعمل ايه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعه يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل. اتفضل يا سليم بيه. شكرا شكرا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. انا بقول نقرا الفاتحه بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك اي فاتحه؟ ما تتخضيش قوي كده، دي فاتحه تعارف. ايه بس احنا بعد ما تعرفنا. هيحصل طالما القلب نضيف وده شغال. انت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعه؟ الحقيقه اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رايك يا مايا؟ الظاهر انك ركبت دماغ البابا بسرعه، وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحه بقى ولا مش حافظينها؟ لا لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. انه في رمضان الا اذا كان من المكرونه بتاعته. شم ريحتها يا بنتي يا زينب؟ وخرمت مناخيري يا ستي، اللهم اني صايمه. صحيح هو اتاخر قوي، ده خلاص المدفع قرب يضرب. قلبه مش هيطاوع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت ان هو راجع وهو بعد شحاته بالشنط؟ اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش. هريته اتصالات، يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش بجد بقى يا موري. وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني. لا اسكيوز مي بقى يا انهار، يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه. حتى اهو ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. حدد يا ست. يو برضه ما بيردش. تصدقي وتأمني بالله تلاقي البنت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقض في نفسنا. اي ام شور شور. انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي. يا ربي فين هدى؟ كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله،
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا اختي مش توفر القراية دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليكي نومة؟ هدى يا هدى، زعلانة أنا منك، سايباني في المطبخ محتاسة لوحدي وإحنا في ساعة ضيقة. المدفع قرب يضرب، يلا نادي العيال وتعالي. حاضر. أنهار؟ نعم. هو وصل يا اختي؟ إن شاء الله هيوصل بالسلامة، بس أنتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامة يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية تاني. ذهب الظمأ واختلت العروض. وحشتوني. وحشتيني يا نهار. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني. وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا إله إلا الله. الأذان لسه ما اداش يا سميحة. يا بنت تهدي شوية مش كده. وحشتوني. أنت وحشتنا يا حاج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لينا يا حاج. جبت لكم حاجات حلوة حلاوة. والنبي صحيح. شنطة ليكم كلكم. الله الله. العيال فين؟ يا عيال. يا ولا. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. على مهلك. بالراحة. على مهلك. على مهلك. الله أكبر. الله أكبر. الله كرومبا كرومبا يا حبيبي الحمد لله متاخره دايما يا حبيبي حبيبي مين صايم؟ آه. وانا صايم؟ آه. طب يلا والنبي يا حاج عشان ما ادفع حياتك. يلا بينا خذي زي ما انا فيه. يلا يلا مين هيقعد جنبي؟ اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولد تفضل. يلا بينا نصلي المغرب. يلا يا حبيبي. يلا بينا. هو ابويا ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما تزود اللحمه شويه، هو كله عيش ورز، انت بتاكل فراخ، زود اللحمه. حاضر يا حاج، ما هي لحمه يا حاج. طب يلا يلا بسرعه يا عم. ربنا يخليك لينا يا حاج. ادعو للحاج فواز ابني، كله بركه العمر ان شاء الله. انا عاوز كله ياكل لحد ما يشبع، واللي يشبع ياكل لاخر زاده. الخير كتير والحمد لله. والغلابه اكتر يا حاج. على قولك. انت مش هتفطر يا حاج؟ يا عم لما الناس تاكل الاكل هيروح فين يعني؟ ننفع الناس. حاضر. اللي ناقصوا حاجه ديروا. يلا حاضر يا حاج. اللهم ديمها نعمه واحفظها بالزوال يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والشكر. حاضر حاضر. يلا على الباب، مالك مسروع كده؟ ايه يا نوها مش سامعه الباب يعني؟ حاضر. ايه يا بنتي كل ده عشان تفتحي؟ يا ألف أهلاً وسهلاً. اتفضل يابا. اتفضل. ازيك يا نوها؟ الحمد لله يا جدي. معلش يابا البيت مكركب شوية، أصلي ما صدقت إنه علي يروح يصلي التراويح، فقلت يعني أنظف كده من على الوش. ولا يهمك، بس أنت سايبة فواز لوحده ليه؟ برضه حفيد الصياد يترمي الرمية دي؟ ما بيفصلش ولا ثانية واحدة يابا، ودي مخليها عيني في وسط راسي أما هيجننوني. نوها مين سلمي على جده عيب؟ ازيك يا جدي؟ يا حبيبي جده. شوفي جده جايب لك ايه؟
خدي يا روح اتفضلي. استني خدي كمان اتفضلي. يلا يا نهى قولي لجده شكرا. شكرا يا جد. العفو يا حبيبي الجد. تشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا اقول لك انا عندي رز بلبن من اللي انت بتحب. سيبك من الرز بلبن، خدي الواد فواز في حضنك. الله معلش يابا هدخله جوه. ها تعالى يا حبيبي تعالى. ثانية واحدة يابا ثانية واحدة. معاك شوكولاتة ثانية يا جدو؟ لا يا حبيبي الجدو، بس اقول لك خدي كل دول علشان هاتي اللي نفسك فيه كله. ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حرمني من حاجة؟ هروح اعمل شاي. جدو هم دول كام يا جدو؟ لا يا حبيبي الجدو ما تعدهمش، لا يتقل بركتهم. يلا قومي العبي جوه. يلا وقف يا عم في الطابور انت وهو. ادعوا الفواز ليه؟ ربنا يسترنا ويسترنا. امين يا رب. ويخلي له الغرابه اللي بيكسوهم ويغذيهم وما يخليش يسوهم في حاجه. ودي على قد نيته. دي الصحه يا كريم. ايوه هي دي اللي عايزينها. قولوا ورايا ويديم عليه الصحه يا كريم. ويديم عليه الصحه يا كريم. يا شحاته هو الحاج ناوي يعملها تاني ولا ايه؟ ربنا ما يقطع له عاد يا موسى. وسعي 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 كده زي الحاج موسى. يا اهلا يا اهلا يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا طيبين. انتوا طيبين. هودا انتوا طيبين. ازيك يا رضا؟ نور يا حاج. بص يا حاج ما فاضلش غير الشويه دول ويبقى الكل خد نصيبه. الحمد لله. اوعى يا شحاته تكون نسيت حد. احنا في ايام مفترجه، الدعوه تسوى كتير قوي. طب والنعمه يا حاج من بعد الفطار واقفين الوقفه دي، هتشوف منظرنا بقى عامل ازاي يا حاج؟ مالك يا دافش كده ليه؟ كله بثوابه يا شحاته، كله بثوابه. على فكره يا حاج الطلبات اللي بعتها لاولاد عمك راحت لحد البيت وهم رجعوها. رحت بنفسك يا موسى؟ زي ما حضرتك امرت لحد باب البيت، بس هم يعني معلش معلش خليها جاهزه وانا هتصرف. وابوها فين؟ مش ناويه تخلي جوزك يفكها شويه يا حياه؟ أنا مش فاهم هو باع الوظيفة بتاعته دي ليه؟ الله يا بنتي كان جه اشتغل معانا وهو أولى برضه. كل حي بياخد نصيبه يابا. هو فواز رجع من العمرة؟ رجع النهاردة. بصراحة يا حبيبتي أنا مش جايني قلب أشوفك بالمنظر ده أبدا. أنا عارف إن جوزك نفسه عزيزة، بس برضه ده خير أبوكي وأخوكي، حرام تتحرمي منه يا بنتي. يابا ما انت عارف علي دماغه ناشفه ازاي. عارف يا بنتي عارف، جوزك راجل وابن اصل، بس انا صعبان عليا تعبك قوي يا حياتي. انا مش تعبانه يابا وراضيه بنصيبي، وكحل عيني بالتراب اللي بيمشي عليه علي. يعني كنت مبهدله شويه فده من هده الحلم على العيال مش اكتر. وبعدين فواز مش سايبني يابا، الشهريه اللي بيبعتها كل شهر بتزيد ومش مخليه ناقصني حاجه. الله ربنا يزيدك يا فواز يا رب ويسعدك. طب ما تسيب ابوك يا حبيبك بقى كمان بالضحكه الحلوه اللي بيموت فيها. اهو كده شفتي الشمس طلعت والدنيا نورت. ربنا يا بنتي يسعدكم وما يحرمكوش من بعض ابدا. ربنا يخليك ليا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه فواز يا حبيب ابوك؟ الحمد لله على السلامة يا فواز. الحمد لله على السلامة يا ابني. وحشتني. انت اللي وحشتني عمر ما اقول ان شاء الله يا امين يا رب. ربنا يتقبل. وحشتني. انت كمان يا حبيبي. كان نفسي تكون معايا. وانا كمان كان نفسي والله، بس خفت بيني وبينك من الزحمة. هي كانت زحمة ايه حد؟ طيب كنت هعمل ايه انا بقى؟ احطك على الكرسي واتمشى بيك كده فوق برواقه في السطح مع نفسنا ان شاء الله. مره جايه انا قلت ارجع الاقيك في البيت مستنيني، وخصوصا انك عارف ميعاد رجوعي. ايه معناش على البال بقى ولا ايه يا معلم؟ شكلنا مش على البال بقى يا اخويا. يا اخويا يا اخويا انت كمان سايب لي هم ما يتلم. الحمد لله على السلامه يا حاج فواز. الله يسلمك. عمره مقبول ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يكرمك. ربنا يكتبها لنا يا رب. امين يا رب. امين كل المسلمين ان شاء الله. بقول لك يا حاج، قول
بخير عليك. خير. العيال ولاد عمي رجعوا الحاجة. فأنا بقول لو أنت تاخد الحاجة بنفسك وتروح هناك، يعني هيكسفوا منك ويعملوا لك خاطر، مستحيل يحرجوك، ما هو كله في الآخر عشان خاطر أنهار. حاضر يا فوز. تمام، البركة. اللي تشوفه يا ابني، حاضر. طب بقول لك إيه؟ ما يا ريت تيجي معايا أنت كمان. لا لا. اسمع بس كلامي. اسمع كلام أبوك أمال يا فواز. يا ابني مش يمكن الأيام المفترجة دي تصفي النفوس وتشيل غشاوة العين دي؟ دي عيال نفوسها سودة. نفوسهم سودة من جوه. معلش ما بقول لك ده مهما كان دي صلة رحم ما ينفعش تقطع أبدا يا ابني. اسمع كلام أبوك. عشان خاطر الله العظيم. عشان خاطر يا فواز. حاضر. بروح ما ان انا بتخنق لما بروح عندهم ببقى معلش. انت عارفني ممسك نفسي بالعافيه. معلش معلش عشان خاطر ابوك بقول لك. ماشي يلا بينا. الشاي الولايه بتحط الشاي من غير نفس ازاي؟ بالهلاوه نعمل باصلنا. حاضر حاج. بس بيني وبينك هي وليه ناقصه. أظن الكلمتين ترد عليهم قبل ما تقولهم يا عمي. عمك ده تخليت فيها يا عمي؟ أظن إحنا لسه ما بقيناش كلاب عشان ترملنا حتة عظمة نتلهي فيها يا سي فواز. حسنات. فواز يا ابني ما بيرميش عظم ولا حدش في عيلتي الصياد ينفع يبقى كلب. إحنا بس عشان خاطر العشرة وصلة الدم بنزق في حواراتنا عشان نوصل اللي انقطع. اللي اتقطع عمره ما يتوصل غير لما الحق يرجع لأصحابه يا عمي. حق إيه؟ أنتوا بتكدبوا الكذبة وهتصدقوها؟ إحنا ما بنعرفش نكذب يا حاج، واللي له حق لازم ياخده، ولا إيه يا جوز بنتي؟ أستغفر الله العظيم يا رب. أنا ساكت من الأول عشان خاطر أبويا اللي بيتكلم. واللي جابني هنا برضه رضا ابويا وخاطر مراتي انهار بنت الاصول، وعشان انا ابن اصول اتعلمت من الراجل ده يعني ايه صله الرحم. خليك لينا يا حاج وطولنا في عمرك. امين يا رب. ومديت ايدي بدل المره كتير وانتوا اللي صدتوها. ابقى انا كده يا حاج؟ عداك العيب يا ابني. وازح وازح، واللي ليه حق يشاور عليه يشاور، وانا اغرف واديله بما يرضي الله. حلو. المصنع اللي فتح عليك من نعيم الدنيا ابويا ريفي، المصنع ده زي ابوك بالظبط، عملوه ايد بايد وكتف بكتف. تنكر يا عمي؟ يعني كل اللي عندكم ده احنا لينا فيه. اهو قالها لك. اغرف بقى يا جوز بنتي. مصنع ايه وكتف ايه وايد مين يا اخويا؟ المصنع ده بتاعنا، وابني ده اللي طوره. أبوكو يا دوب وقف معايا فيه، وعلى قد ما اداه خد قصاد وأضعاف. مش أنا اللي أقبل على نفسي ولا على ابني قرش حرام أبدا. مش اللي علمكو كلام ربنا وصلى بيكو في الجامع اللي يتقالوا كده؟ ويوم ما ربنا افتكر أخويا جيتلك حسنات واديتك اللي قدرني عليه ربنا واستحملت كلامك، وانا بقى عشان خاطر عظم التربه اديتك كل اللي انت عايزاه. مش كده برضه يا حسنات؟ حق ايه اللي تويت دور علينا؟ حق ايه؟ حق ايه يا عم منعم؟ ولا هتسوي؟ لا عاش ولا كان اللي علي صوته الحاج منعم الصياد. واسمعوا بقى يا اخره الاول، صلة الرحم انتوا قطعتوها، والدم بقى ميه، واللي بيني وبينكم مبقاش فاضل منه الا انهار، ولاجل عيون انهار انا هعمل نفسي ما سمعتش اللي تقال، وهعدي الفرغه دي عشان ما ازعلش، وربنا ما يوريكوا زعل. يلا بينا يا حاج. يلا بينا يا ابني. الحسنات قال اللي ما شايفلك حسنة واحدة حتى في قفاكي جاتك الهم. ترجمة
الماضي بيتك خططيني هتاخديها في ستي الداهية. انت مش عارفه ان ده حرام وكمان في رمضان؟ حرمت عليكي عيشتك انت حرام. في ايه؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ انت ما شفتوش وهو داخل كان ضارب ازاي بوت قد كده شبرين وما كانش طايق ولا واحده فيه؟ واخدها من ايديها وداخل على اوضتها رغم ان النهارده مش يومها. اولا من ساعه ما اتجوزنا وهو ما حددش لاي واحده فينا يوم معين، سايبها حسب الكيف كده زي ما بيقول. ثانيا يا اختي وماله؟ ما يمكن يكون في حاجه مهمه عايز يقولها لها. عبيطه انت كده دايما عبيطه. افهمك ازاي؟ افهمك ازاي؟ مش ممكن يعني. يعني ايه؟ يعملها؟ يعمل ايه يا اختي؟ يتجوز ويطلقني؟ ما طبيعي، ما مين هيطلق غيرك يعني؟ بقى لا سمح الله اتخضيتي قوي، يعني هي دي عدته ولا هيشتريها؟ لا يا اختي، اصل انا كل ما اسمع السيره دي قلبي بيترعش كده مش عارفه ليه. بقول لك ايه؟ سيبيكي على الله، سيبيني بقى، سيبيني، انا مش فاضيه لك. سيبيني. سميح ايه التاني بقى؟ لا يا اختي حرام، ده ربنا قال ولا تهدسس، خلاص علي روح يتجوز بقى. لا ما يتجوزش، نتصنت. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، كل ما اشوفهم احس بقيمتك اكتر واستغرب. اقول ازاي هم يا ربي بالسواد ده وانتي بالحنية دي؟ سادة اللي قال البطن قلابة. ربنا بيهدي النفوس يا حاج. اخواتك يا انهار، اخواتك طمعانين فيا بزيادة. مش هياخدوا غير نصيبهم يا اخويا. ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده مالهمش حق فيه. نصيبهم مش اللي يعزوه، نصيبهم هو اللي يستاهلوه. وبعدين انا عايزة اقولك ان الكره لما بيعشش في القلب بيعمل عين والعقل، بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل ايه وبيتخبط يمين وشمال. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. طب يعني يا نهار، لو جه اليوم اللي خيروكي بينهم وبيني؟ اوعى تكمل، ده اللي بينا أقوى من إنه يتقال علشان يتوصف. ده اللي بينا أقوى من الدم اللي رابطني بيهم. ده أنا حتة منك وأنت كل حاجة فيا، حتى لو كنت ركن صغير في بيت شركة مع حد. يا نهار، هو الفجر ابتدى ولا لسه؟ لا يا اخويا خد راحتك، ده فاضل له يجي ساعة ونص كده. طب انا اروح ابص بص على عيال كده بسرعة وارجع. اوعي تنام. لا انام. يا ولاد ال لو قربت مني الواد هيصحى مسروق. انا بقولك اهو تتحامي في الواد يا سميحه. وانت عايز تمد ايدك عليا من امتى يا فواز؟ واحنا من امتى بنتجسس على بعض يا حبيبي؟ من ساعه ما بقيت غامض وبتخبي علينا. غامض غامض؟ واحد ومراته في اوضه النوم، عايزين احط لك كاميرات عشان تشوفينا. اه يا ربي. ايه اللي بتقوعي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا اله الا الله، هو ده الحاج فواز يا ناس؟ اسم الله عليك يا حاج، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك؟ اتغير بعد غيبه 10 ايام تعمل كده؟ بدل ما تيجي تطبطب عليا وتقولي وحشتني يا سميحه، بحبك يا سميحه، اخبارك ايه؟ دي جزاتي؟ جزاتي اني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايزه اطبطب عليك واعرف مالك؟ نيمي الواد في سريره يا سميح. مش منيمه يا فواز، خليه يشهد على اللي انت عايز تعمله في امه. يا ولية انا عملت فيكي حاجه؟ اهو بتزعق. زعق يلا زعق، اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيا زي امه اللي محدش قال لها كلمه في البيت ده. ما تطلعيش ضربين يا سميح. بتحاسبني عليا؟ روح يا اخويا اتشطر على الوليه اللي عامله نفسها رهبه اللي وزتني عشان اتصنت عليكو. ماشي يا سميحه، هوريكي وهوريها. ايه
الصلاة اللي بتصليه ربنا ليل ونهار ده ما قالكيش ان التجسس والتسلط حرام ولا ده منظر عاملاه قدامنا منظر بتشتغلينا بيه؟ حقك عليا يا حاجة والله العظيم ما كانش قصدي. انت يا هدى انت يا هدى ما تعذبنيش اكتر من كده يا حاجة اكتر ما انا معذبة نفسي. حقك عليا والنبي توبة توبة من دي النوبة ومش هتتكرر تاني ابدا. ده انت اكتر واحدة عارفة ربنا وده اللي مخلي ليكي مكان عندي. ما انا اخويا ما استحملتش اللي قالته سميحه. قالت ايه بقى سميحه؟ قالت يا اخويا انك هتعملها تاني. هعمل ايه تاني؟ وانا كل ما اكلم واحده تعوقلي قالت ايه سميحه؟ قالت انك ناوي تعملها تاني وتتجوز. ناوي ايه؟ والله العظيم طشطان وداخل فجأة علينا، واديني جايبة لك البت سميحة معايا اهي علشان تعتذر لك وتبص على راسك، والبت عودة دي غلبانة، هي البت عودة بتاعت الكلام ده، دي هبلة، والله شطان داخل علينا فجأة. أنا مش طايق خيرة حد فيهم، أوعي. عاجبك كده؟ عاجبك؟ وأنتِ هتولعي لي في البيت يا هدى؟ هتولعي في البيت يا هدى؟ خليكي معايا هنا وقولي كان بيقول لك ايه؟ يا اختي هو لحق يقول حاجه؟ ما انت دخلتيلي زي القضا المستعجل. قال لك يا اختي انه هيتجوز؟ لا ده انت طاقته خالص. عاجبك كده؟ اهو الفجر بيقدر. اوعي. لا براحتك، انت في بيتك تتصنى تعمل اللي انت عاوزه. انا بقول يا جماعه نروح نصلي الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجاه ده. او النبي يا اخويا داخل علينا فجاه. يلا يا بنتي يلا خاطرين صعب. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. لما فكرت اخد الارض دي قال عليا مجنون. مين هيجيلك؟ انت عندك ثلاث ولاد في اماكن حيه بتشغي بشر، واديكوا شايفين المكان بقى عامل ازاي، والمول جرى رجلي ناس كتير، وهي ناس اهي بتحاول تعمل زيه كمان، غير اني بتفائل بالمول ده لانه رقم اربعه، وانتوا عارفين انا بحب رقم اربعه قد ايه. ما شاء الله يا باشمهندس. لا الله ينور عليك يا حاج. قول لي بقى الالوان هتبقى عامله ازاي؟ الالوان احنا كنا مجهزين العينات دي. ايوه دي الوان الواجهه من بره زي ما انت شفتها. وده لون الكوريدور، ودي هتبقى الوان المحلات من جوه. دي الوان المحلات من جوه. ايوه مش محتاجه تتغمق شويه ولا يا زكي؟ تتغمق طبعا يا حاج. مش كده؟ اه يبقى نفتحها. فتحها يا باشمهندس على الاخر، عايزها فريحي عشان الزبون لما يخش يفرح. يفرح يا زكي، الزبون لما يخش يشتري. يشتري يا حاج ويفرح برضه، ما تقفش. تمام تمام يا حاج. اتفقنا يا باشمهندس؟ اتفقنا يا حاج. بس والنبي انا عندي بضاعه بملايين مرميه في المخازن عشان خاطري. لا ولا يهمك يا حاج، ان شاء الله من نهايه المهله كل حاجه هتبقى تمام. على البركه. حق فواز اطلع يا شادي. مستنيه بقالي مده بس هو اللي اتاخر. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل. نفسي اقول لك تشرب ايه، انما رمضان كريم بقى. الله اكرم. انا ما بيجي على مكان شغلك الا لانه عندي شغل معك. انا تحت امرك. انت ليه دافن نفسك؟ شغلتك في الا سوق عطشان واسمك حلو وشغلك كله مطلوب. ايدي على كتفك. يعني انت بتعرف انه في عرب كتير في دول اوروبا وجنوب شرق اسيا وستاتهم ما بيلبسوا غير العبايه والحجاب، وبدل ما تستورد خامات من تركيا بتصير بتصدي. شو رايك؟ ده كلام موزون، بس عايز قاعد على رواقه كده عشان يتوزن صح. يعجبني دماغك.
أنا تحت أمرك في أي وقت، أمرني وأنا بجي لك. لا لا، أنا اللي تحت أمرك، هجي لك أشرب الشاي ونقرا الفاتحة. فاتحة؟ ما إحنا قريناها. لا لا، فاتحة العروسة. عروسة؟ قصدك بنتي مايا. شو رأيك؟ أنا من رأيك. تسلم ايديك. هلا فيني اعرف انت ليه مستعجل هالقد؟ مش انا اللي مستعجل، ابوك اللي مستعجل. عايزنا اسافر معاه في صفقة عشان تتم. فقلت نخليها شهر عسل، انا فين وفين لما بعرف اخلع من الشغل. ايه بس انا كتير بخاف من الاستعجال، مش بيقولوا العجلة من الشيطان؟ مش احسن لما نسيب له فرصة يلعب مع النفس الأمارة في السوق. عن مين عم تحكي انت؟ الشيطان، ربنا يبعدنا عنه. شوفي يا مايا، انت عششتي هنا ومش هتخرجي ولا بالطبل لبلدي، يبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نحصن نفسنا باللي حلله لنا ربنا. يلا الفاتحه بقى كده واحنا في رمضان عشان تحصل البركه، وهتحصل كده كده ان شاء الله، لانه كله بما يرضي الله. ايه بس انا لازم اخد وقت حتى اكون جاهزه وحضر حالي فواز. انت كده بقى مش عايزانا نستفيد من خبره السيد الوالد. انت اللي شكلك بك تضحك علي وتتجوزني على السكت، انت هربان من شيء؟ لا اله الا الله، هو الواحد لما يلاقي اللي بيدور عليه طول عمره ويبقى عايز يمسك فيه بايده واسنانه ويبقى هربان من شيء؟ لك يا فواز انا بعدني ما بعرفك. وهو في اقرب من الست لجوزها علشان تعرفه. الراجل قبل الجواز بيبين احلى ما عنده، انا بقى الحلو عندي بعد الجواز. قلت ايه؟ لك ايه بس؟ بس ايه؟ قدمي المشيئة وكله هيمشي بما يرضي الله. طب خلاص يلا تشوفه. يبقى على بركة الله، يبقى الخميس اللي بعد العيد زي ما اتفقت مع الوالد. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ما أنت عارفة، أما يحصل إن شاء الله. الحمد لله. أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ إيه؟ إيه هيكك أول؟ ليه يا عم؟ أنا عملت إيه؟ تقدر تقولي الجوازة اللي هتتجوزها دي هتبقى ريمر كام؟ يا عبد ما تقطعش، مش قلت لك خلصت؟ ده لسه بني لسه كلام يعني ما حصلش. لما يحصل ان شاء الله هتبقى جوازها ريمر كام؟ الرابع حسب شرع ربنا، كله بما يرضي الله. عاوزني اقوم افرج عليك القهوه. رابعة ايه؟ هما الخمسه اللي قبل كده يا فواز مش كانوا برضه الرابعه 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 الرابعه؟ قول بسم الله ما شاء الله. لا اطمن مش هتحسي، هو انت بيحوق فيك حاجه؟ لا 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 يا حد، هو مش الواحد مننا، الراجل في بيته بيسيب اوضه كده لمزاجه في البيت يقولوا عليها اوضه المسافرين، والناس اللي فوق شويه يقول لك دي اوضه الضيوف، والناس اللي هم النخبه يقول لك اوضه مكتب. الغرض ايه؟ اوضه في البيت متسابه لمزاج راجل البيت، يشوف ده يقابل دي يقعد مع نفسه. انا الاوضه الرابعه اللي عندي دي مخليها لمزاجي، ارتاح فيها شويه بالحلال وبما يرضي الله. يا ابني افهم، حريمك كلهم ما فيهمش واحده فيهم فيها عيب، بلاش بقى تتشعلق بشرع ربنا وتعلق عليه فراغة عينك. اذا كان ربنا نفسه سبحانه وتعالى ادينا الرخصه دي عشان عارف طبعنا يا حاج منعم، مفيش راجل على وجه الارض على وجه الارض مهما كان مخلص ما راحتش نفسه كده لوحده بالنظر بالتمني او بالحرام. بقى استغفر الله العظيم يا رب، احنا بشر. لا يا فواز، لا يا ابني، انت كده بتظلم، والخير اللي بتعمله كل ده نقطة في بحر الظلم. ما تنساش نفسك يا فواز يا ابني. والله يا حجة واحس بنفسي، بلاقي نفسي كده روحي رايحة وحالي متشقلب ومش عارف ايه اللي بيجرالي، ولاقي الكلام بتكرر على لساني وفجأة قصاد المأذون. وبعدين يا حاج انت لو شفتها، يا لو شفتها مش هتمسك نفسك. يا سلام، الدرجة دي حلوة يعني؟ حلوة يعني، حلوة بس
بسبوسة مقرمشة وغرقانة في زبدة. تاخد حتة من الطرف؟ يا ريت. يا حاج فيه، مش قلت احنا بشر؟ السلام عليكم رجالة. اتفضل يا حاج، بص بنفسك واطمن. تعرف فواز قلقان قد ايه على البضاعة دي؟ اه طبعا يا حاج، ايه البضاعة متخزنة ايه وفي انتظار الفرج. الله ما انا فاهم، كان لازمته ايه المول ده؟ سايب بضاعة بملايين مرطرطة كده ومهندس الديكور قال ايه لسه بيفهمني فيها، ربنا يستر. هاني يا حاج. انا عاوز حراسة جديدة على المخازن يا مرسي. انت عارف السوق بلاوي والعين علينا ومفيش اكتر من اللي بيكرهوا الخير للناس. حصل يا حاج، والدنيا متأمنة على الاخر. ماشي، خليك على اتصال بيا، ما تشغلش فواز بأي مشكلة، سيبه في شغله. تحت امرك يا حاج. انا مش عاوز حد من اللي هنا يبقى ناقصه حاجة، انا عاوز عينيهم تبقى مفنجلة. انا معاهم يا حاج ما تخافش. ربنا معاكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. هتزود الحراسه شويه يا مرسي. من عناية يا حاج. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظه على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكره يا فواز، مش غالي. طب ما تغير لنا البتاع ده بقى عشان تصدعني. استنى ولادي يا حبيبي شويه. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقه السحريه. لاصقة ايه يا اختي؟ سحرية يا حبيبي. سحرية؟ وانتي ناقصة سحر يا حبيبتي، ما انتي سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتني؟ شفتها، بس بصراحة ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. انتي بنت مالك محلوة كده النهاردة؟ يعني انا طول عمري حلو، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمة اللي حواليك. سيبك من الزحمة، تعالي قربي. وحشتك؟ قوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. يا بنت بس بقى، ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمه دي واحده من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو هما؟ الو اي ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليله سودة، في ليله سودة. انا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة. مالها؟ مصيبة. لو النبي يا حاج، يا فواز. ردي يا زفتي يا شحاتة. الزوجة التانية؟ يا خبر اسود. هو اسود بحقك ده، انا هوريك كل الالوان. يا وليه يا وليه يا وليه يا وليه، اهدي شويه اهدي شويه وانا افهمك. فهمني ايه؟ ها زوجة تانية يا عرة يا عرة. طب ما تشطر على الاولانيه الاول. ها افصلي شويه يا لودي، بتتصل تاني. استني لما اشوف عايزه ايه. الو. ايوه يا شحات. ايوه يا ست سميحه. وكمان بتردها صوت. خير؟ تحت امرك. في مصيبة يا شحات. مصيبة ايه؟ بطل الطيارات بدل ما اكلك بسناني. هو في ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول. لا 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 لا، مفيش حاجة، دي خناقة في الشارع. ما انت عارف العيال بتوع التوك توك. هو في حاجة؟ في مصيبة يا بجم. هو انت مش عارف حاجة ولا ايه؟ ها؟ لا لا ما اعرفش، اصل انا كنت نايم. طيب طيب هشوف واكلم حضرتك. مع الف سلامة. يا وليه حرام عليكي. انا رايي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين علشان الموضه تبقى شارق. هو بقى بس هو بقى في سرير عشان انام على جنب اليمين. يا وليه عايز اقول لك، دي الست سميحه مرات الحاج فواز. وكاتبها الزوجه الثانيه. هي رقمها كده عامل ايه؟ غبي غبي يعني. ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجه؟ مخزن ايه؟ هو دريان بحاجه؟ الراجل مش عارف اي حاجه اصلا وفي سابع نومه.
ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضه. انا بدا الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحه حاجه تماخل. معلش يا اختي الغايب حكيته معايا. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه ايه. السلام عليكم ورحمه الله. الله خير. ايه اللي حصل؟ كنا عن ناس اصحابنا واحنا راجعين سياره طحشت علينا. مايا ما عرف تصرف. لقينا حالنا فايتين بشجرة، صارت السيارة مثل العجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخلي بالك. ألف سلامة عليك. أنت شكلك كده عايزة تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك. رح جيب لك شي تشربه. تسلم شكرا. كنت مراهنة نفسي أنك رح تجي بسرعة. وهو أنا أقدر أتأخر عليكي في حاجة زي كده؟ ليش ما بتعرف أنه أنت السبب؟ إزاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي أنا وسيئة. لا ماليش حق كده، أنا كده غلطان. ما قد ما بتضلك تنق على العرس هيتنا رح نتأخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح، وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى أبقى جمعة بالتخت وأبقى أتحرك بعدين نتفة نتفة. نتفة نتفة؟ ده أنت تتحركي براحتك خالص. تفضل يا فواز بالريقك قبل الأذان. لا كتر خيرك متشكر قوي، انا لازم امشي على طول، ما يصحش اقعد بقى في وقت متاخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله وقال رح يجي بعد بكره لانه ما عنده غيرها وانت بتعرف. لا براحته خالص، واي حاجه تحتاجوها لحد ما يجي انا موجود. العربيه خلص راحت للكسر. فداكي فداكي الف عربيه بسيطه. هيك هيك كان بدك تغيري. هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن اجى البابا وشاف لنا شي حل. تاكسي وانا موجود برضه. على ما تخفي وتقومي بالسلامه ان شاء الله هتكون اجدع واشيك واحلى عربيه موجوده قدام الباب تحت، ومعاها اجدع سواق. احنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا دي اقل حاجه نقدمها لست الكل. بعدين انت مش قلتي ان انا السبب؟ خلاص من اتلف شيء عليه اصلاحه. انت بتجنن يا فواز. بس هيك كتير يا فواز. كله بما يرضي الله. يا زينب اخرب بيت مخي. يا بنت يا زينب. ايوه يا ست جايه. يا بنت عامله لك شنطه هدوم كده. غسيل تاني يا بنت؟ لا دي هدوم علشانك ما تنسيش تبقي تطلعي تاخديه. ياخد عدوك ربنا، يا رب يخليك ويكتب لك السعد والهنا يا حبيبتي يا ستي. ديك على قد نيتك يا اختي. يا رب يسمع منك يا رب. ده انا اللي هسمع بيكي الخلق ولم عليك امي. لا اله الا الله يا نار. ده انا تضربي لي ليلتي يا بنتي. يا جزمه في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم. استهدي بالله يا ستي، ما ينفعش. مش اصول اللي بتقوليه ده. اطلعي منها يا اختي، انت مفيش دعوه، خليها تعمر. وديها لاهلك. بتتحسي في اللي مالكيش فيه ليه؟ اما انت صحيح غريبه، جوز ضرار وماسكين في بعض، انت ايه اللي حصلك في النص؟ لا انتوا الاثنين، ده انتوا عيله تشل. ربنا ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخه. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي انت بتعمليها لنا في البيت دي؟ وانت يا اختي يعني عاجبك انك تضربي لي ليلتي؟ يا اختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده انت اللي طماعه وعايزه تجوشي على كل حاجه. مش كفايه يا وليه ان انت عماله تدحلبي له لحد ما بقيتي سره؟ عايزه ايه تاني يا انهار؟ يا اختي انا مش عايزه حاجه، انت اللي طالعه لي زي المدفع، انت اللي جايه بتقولي الشكل للبيع. ماشي يا انهار. طب قولي لي، ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي؟ ومين اللي كلمه؟ يا دي النيله يا بنت، انا مش قلت لك البضاعه كانت هتتسرق؟ والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش، ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اساليه يا غلاويه. حياتي عامل ايه؟ انا كويسه قوي. لا يا حبيبي انت براحتك. الله، روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو. يا اختي انت على طول نايمه على ودانك كده ومش حاسه بالدنيا. في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في
في ان الهرم اللي تحت فاكة نفسها الزوجة الوحيدة الفواز بيه والباقي سلطة. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك. يلا انهار. عملت ايه تاني يا سميح؟ عملها اسود ومنيل بستين نيلة. طماعة يا سميح، انت كل شوية تعملي مشكلة في البيت. وامبارح يا اختي كنتي هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشكك ده يا اختي اللي ملوش اي لازمة. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمة يا اختي في شغل. دلوقتي عايزة توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكرة يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحة قالت. ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكرة الحاجة هيفطر النهاردة عند اخته حية. يا ساتر يا رب، شفتي عايزة تفرتني ازاي؟ يا ربي يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قالك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجة لحد غيرها؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع. اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسعه وسع. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاة والسلام. الحمد لله على السلامة يا حاج. ازيك يا هنيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجة جميلة. الله، حلو قوي جملة كل حاجة جميلة دي. البني آدم لما تبقى نفسه صافية وعينه حلوة بيشوف كل حاجة جميلة. الله جميل يحب الجمال يا حاج. على الله يا مدام هناء تكون العلاوة اللي صرفها لك الحاج بمناسبة عقد قرانك تكون أدت الغرض. طبعا طبعا يا حاج، كتر ألف خيرك. لو في اي بوسطه ولا اي حاجه من اللي خليها لي، انما بعد صلاه الظهر. مبروك. طب الله يا حاج. شكرا يا عم عبد. شكرا لله يا بيه. عارف يا شحاته انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي. اكره رنته مع ان انا اللي ظبطه. يا حاج انا محسوبك ولحم اكتفي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمره اتنين، طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك، حلو. والعربيه وصيت عليها زي ما امرتني. حلو. والسواق جاهز ومستني اشاره سعادتك. على البركه. روح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهارده. ما تاخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربيه ال شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته اللي بيتكلم ده؟ شحاته ده يا شحات. أيوة. روح يا شحات. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر حاج. حاضر. الو، يا رب تكوني احسن النهارده. لا انا في الشركه. لا انا قاعد بطور النهارده. لا طب بصي بصي هكلمك تاني بعدين. السلام. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين؟ صفات يونس. حلو. مين صفات يونس؟ يلا افتح بقك. هم هم انتش فاكره ازاي؟ صفات اللي كان معايا في الجامعة يا حاج. الله، هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كملتش. صفات يا حاج، معقوله مش فاكره؟ الله يا ابني انا دماغي فيها اللي مكفيها، ما بقتش تقدر تشيل اللي هيتقطر عليهم. بس ربنا يديك الصحه يابا ويخليك لينا. الله يكرمك يا بنتي. والنبي تاكل بقى. سيبك منها سيبك منها، انت صايم دي بتتدلع. يا ستي تتدلع براحه راحتها. ها بكره هتصوم مش كده؟ وما تصومش من النهارده ليه؟ تتعلم الصوم ماشي؟ حاضر يا خير. يا حبيبه خاله ما تقعدي بقى يا حياه، احنا مش نقعد ناكل لوحدنا. اقعدي كلي معانا. يلا يا رب بس اللي جوه ده يفضل ساكت. ربنا يبارك لك. يا بس انا فرحان فرحان اني اشوف صفوة ده النهارده. مش عايز اقول لك ازاي يا علي، فرحه فرحه. ما بيني وبينك بقى فواز، احلى حاجه في الدنيا الصحوبيه بتاعت زمان دي. أيوة. صحوبيه لا فيها مصلحه ولا فيها طمع ولا اي حاجه. عندك حق يا علي يا ابني، صاحب العمر ده ما يتعوضش ابدا. عارف ليه يا حاج؟ لانه ده الحاجه الوحيده اللي انت بتختارها بمزاجك انت.
انما كل ما عدا ذلك بقى فهو مفروض عليك حتى الجواز. نعم يا اخويا. الا اذا كان يعني مرتبط بالحب والود يعني. كده تاني. اما في ناس جبانات بشكل. طيب احسن يا حاج. عسل والله يا ابو نوح عسل. ماشي يا علي ماشي. خلاص بقى اخبار الشغل يا ابو نوح؟ الحمد لله ماشي الحمد لله. مش ناوي بقى تيجي معايا؟ الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصه الضرائب دي مرتب اخر الشهر. انما انت لو جيت معايا على الاقل هتبقى بتخاف عليا ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. عايز اقول لك على حاجه يا حاج فواز. قول لي. كل شيء في الدنيا اسمه نصيب، وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي قسمه لي ربنا من رزق الحمد لله. جرأيه يا فواز جرأيه يا اخويا. متاك ايه انت مكسوف ولا ايه؟ وايه اللي يعكننه بقى في اللي انا بقوله؟ ما كل واحد حر في نفسه. مش كفايه ان انا ساكت على اللي بيديهولك كل شهر بقول اي حاجه بتتم بين اخ واخته؟ فواز نفسه يعمل لنا اي حاجه يا علي، وده من حبه فينا. والله العظيم عارف، عشان كده نفسي ما اطلعش قليل قدامه، نفسي ما يحسش ان انا بمد ايدي واكبش من خيره. هو انت لما تشتغل معاه تبقى بتكبش منه؟ بص يا حياه، واضح قوي ان القصه دي كل ما بنفتحها بتفتح علينا ابواب مشاكل ما بتخلص، وانا شخصيا مخنوق من المشاكل دي. عشان كده عشان خاطري سيبيني الحق اروح اصلي العشاء. يا علي انا زهقت والله العظيم زهقت، مش عاوزه اتكلم واحنا في ايام صعبه مش باين لها ملامح. يا علي محدش عارف بكره فيه ايه، انا كل اللي عاوزاه ان احنا نامن نفسنا ونبقى حياه. انت عارفه كويس قوي ظروفي من اول ما عرفنا بعض، وانا ما ضحكتش عليكي، ما دام رضيتي يبقى استحملي. أنا مستحملة عشان بحبك يا علي. ما تحرمينيش حياتي إني أرفع راسي قدام أهلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حرام عليك. أيوة سمع الباب أنت. أمهر إيه المفاجأة الحلوة دي؟ يا أخي خد مني دراعي خدل. يا حبيبتي طب ما كنت تكلميني أنزل آخد منك حاجة بدل ما أطلعي بيها على السلم. أخيرا يا أختي افتكرت إن ليك يا أهل وجاي تطمني عليكم. يا أختي وحشتيني. في رمضان كريم. الله أكرم. الله هو كل سمع بالأوضة إداك إيه تزوري أهلك ولا أنت جاية من وراك؟ ما تدخلش عليا بالحامي قوي كده يا تسوقي، شوية لما ألقط نفسي. حبيبتي سيبك من الكلام ده، أنت وحشاني. وأنت كمان، أنت يا واد ما بتعديش عليا ليه؟ امال فين المزغوط شعبان راح فين؟ نزل من شويه. انت ايه ما جبتيش معاكي مين عامل ايه؟ معلش هجيبه معايا المره الجايه. يمكن يكون بيستحر من ست ولا من خلاله، ما احنا راضي بطه السودا. بطه ايه وزه ايه يا تسوقي؟ ده وقته كلام زي ده؟ اسم الله يا اختي، يعني اللي جه وقاله الشملول جوزك هو اللي كان يتقال؟ قال ايه ياما جوزي؟ ولا كان جاي ليه اصلا؟ مش كان جاي يعمل الواجب؟ مش كان جاي يطمن عليكو اللي شايف منكو المرة ألوان وشارب القسا كاسات، ومع ذلك عمل بالواجب وعمل بأصله وجاي يطمن على أهله وأهلي، وانتوا نزلتوه دمه محروق. طب اسكتي اسكتي واكفي على الخبر مجهول. بقولك ايه يا نهار، ونبقى فارق وايه اللي انت بتقوليهم كل مرة دول؟ خلاص حفظناهم، بتسمعيهم من ساعة ما اتجوزت يا هاني. من يوم ما اتجوزت يا اخويا وانا بحاول افهم فيك، ده ابن عمي وجوزي وابو عيالي ومش هسمح لحد يهينه ولا يعكر دمه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه ده تهديد ده ولا تسميه ايه؟ افهمه زي ما تفهمه يا اخويا، المهم تسمعه كويس. جرابت ما تفوق لنفسك يا حبيبتي، انت جاي على اخواتك عشان راجل؟ الراجل ده يبقى جوزي يما وانا مراته. مراته؟ اسم الله مراته، ده انت حاله نمره في لسته طويله عريضه يا نهار. كتر خيرك يا اخويا يا ابن امي وابوي. على فين يا نهار؟ ولا انت مش طايقه تقعدي فات ابوكي؟ زي ما بتقول كده
ما تفوق لنفسك، شيل البت من دماغك عيب. البت مهما كانت ولية ومش بايدها اي حاجة. نبي يا ام خليك انت بس في التراسين، مجيش دعوة بينا. خد نايل بلا هم. امال سبتنا ليه برا وجيت قعدت في اوضتك لوحدك؟ انت عايزاني اقول لك ايه يعني؟ انت عارفه اخواتك مش قادر استحمل انا الاسلوب بتاعهم ده، اتخنقت. يا ود انت اقرب واحد ليا في البيت، تعرف مع انك الصغير بس ساعات بشوف فيك ابويا الله يرحمه، وبحس انك ضهر اللي باقي لي. ربنا يخلي لك جوزك. اي ست في الدنيا مهما عايشت واتجوزت وخلفت وتفضل متعلقه في قشايه بيت ابوها، ولو اتقطعت بتحس كانها تعرض في وسط زحمه الناس والكل بينهش فيها. اوعى تقطع القشايه دي. معرفش انا هتجنن متلخبط ما بقتش فاهم اي حاجه. انا بشوف منهم اللي يخليني اشيل من جوزي، وبعدين بشوف فيك اللي يخليني احطه فوق راسي. ما بقتش عارف مين ليه حق عند مين. اوعى تكره زيه. الكره بيعمل عينه وبيقسي القلب ويخليك تيجي على اقرب الناس ليك. واديك شايف اخواتك كرهوا فواز فجم عليا وسمعوني اللي عمري ما كنت متخيل اني ممكن اسمعه حتى من ضرايري. ما هو ده اللي هيجنني. انت ازاي يعني قابله ان كل شويه يتجوز عليكي ويجيب لك دوره تقعد على قلبك كده؟ صاحبك على عيبه. وبعدين هو مين فينا خالي من العيوب؟ ايوه بس دي كرامتك. عمره ما داس لي على طرف ولا عمره مسها زي ما اخوك المعفن ما عمل دلوقتي. سمر انا كل اللي عايزه من الدنيا دي ان اشوفك مرتاحه. راحتي في قربك مني وحنيتك عليا اوعى فيهم تبخل عليا بيهم. ماشي ماشي. ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ اهو ده اللي جرى. وانا 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 ما اعرفش ما اعرفش انا. اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله. ينفع الكلام ده في رمضان؟ سمع هوس احلى سلام وتحيه للمعلم الكبير، الكبير قوي اللي ما بيسالش عن صحابه. مين؟ فواز الصياد بنفسه عندنا هنا في العوامه. ايه النور ده؟ يا جزم يحيى وصفوت وفريد. وزي ما انتوا ما اتغيرتوش برضو. انت اللي اتغيرت كتير قوي يا صاحبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالحضن يا حبيبي بالحضن. اهلا اهلا. ازيك يا فريق؟ اهلا زكي. سلام للتقوى والهدى والبشار العيد اللي على الابواب. حبيب قلبي يا فواز، انا بقى عايزك تقلع العبايه دي وتفك نفسك. ها الله. ارجع الله. فواز بتاع زمان. والله اقعد اقعد كده برضه يا زكي، هتضيع لنا الصيام والعمره. دي شويه تفاريح يا فواز، وبعدين احنا هنا اصحاب، عايزك تاخد راحتك على الاخر. ها سيبوكوا بقى من شغل التلات ورقات ده وطمنوني عليكم. عاملين ايه؟ زي ما احنا، بس ده شويه هم على شويه نكد، وادينا عايشين زي الطير ما بيعود عيشه. زي الطير ما تعود عيشه، زي الطير ما تعود عيشه، زي ربنا يبارك لك يا اما ويتوب عليك. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عم فواز؟ ما تغني معانا يا عمنا. حد الله يا عم، انت عارف اني ماليش فيه. يبقى تشد النفس ده. يا اخي تقل ايه؟ تقل ايه ده؟ احنا في شهر رمضان وشهر مفترض. انت هادي يا يحيى، مش كنت باك ليفت زمان؟ يخيبك يا جماعه، ده احنا في شهر رمضان، شهر المغفره. ينفع الكلام ده يا مصفط؟ هنعمل لهم ايه بس يا حاج؟ هنعمل لهم ايه؟ ما هم اصحابنا، والمثل بيقول لك صاحبك على عيبه، واحنا طول عمرنا نقول لهم حرام وهم ما فيش فايده. ايه اللي جد يعني؟ حبه تفريح بدل ما نطاق، خدناها جد قبل كده وصلنا لايه؟ زي ما انت يا فريد، زي ما انت. وزي الطير ما تعود عيشه، زي الطير ما تعود عيشه. سوي ولا تسوي؟ تسوي
كله تمام والحكايه ظبطت. شو اكتب دلوقتي؟ اكتب دلوقتي ايه يا جدع؟ افهم يا ابني، انا جاي افرحك. ايه؟ ايه يا مسغود؟ كنت بتقول له ايه؟ قول، ما انا نفسي افرح معاكوا. نهار، لا ده مفيش حاجه، ده اصلهم ادوني علاوه في الشغل وكده يعني. انا عارفه انك انت بتحبي الكنافه البلدي، عملت لك صينيه، تعالي كلي معايا. معلش يا ماما، ماليش نفس، اتاخرت ولازم امشي. ما بدري يا نهار. بدري من عمرك يا ماما. حمار يا قط، طول عمرك مدب ومسحوب بلسانك. بس ما تقولش مسحوب من لسانك، وبعدين انا مش عارفني انها هنا. بتتودودوا على اي واد منك له؟ يا لهوي، ما ترحمني بقى، ارحمني كمان. عايز تجيب منها عائلة عشان يقسمني في اللي حتسبهولي؟ يا بت فال الله ولا فالك، حد يقول كده؟ دي الملف السعد برضو. انت بتبشري على ابوكي؟ يعني انت جوزتها وقلنا ماشي؟ معلش، راجل قاعد لوحدك في البيت او واحدة تونسك بدل ما انت قاعد لوحدك بس تخلف منها؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وانا قلت لك انها حامل؟ انا بقول لك نفسي، نفسي. هتحاسبين على اللي في نفسي كمان؟ طب عيب عيب، انت داخل على الستين، يعني اسكيوز ميه، بقيت تشطيب. لم الدور، عايش لك يومين حلوين اتدلع فيهم انبسط بدل ما تخلف وتجيب عيال ووجع قلب وهم. فشر. ابوك لسه بصحته، واساليها. ريلي؟ اي ام فيري سوري بقى، بصراحه دي وسعت منك. خلاص قفلي على الموضوع ده، انا اساسا جاي لجوزي، هو فين؟ عايز منه ايه؟ حاجه ما تفهميش فيها، هبقى اجيله بعدين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حماية العزيز؟ ازيك يا جوز بنتي؟ جيت في وقتك، عاوزك. بابي اوعى. بابي الله يرحم امك، اتوكل انت على الله، عايز اتكلم مع الراجل. لا مؤاخذة يا حاج. سلولي يا بيبي سلولي، يلا اعملي لنا حاجة نشربها بقى. حاضر. يلا عسل. عاوز اتكلم معاك في كلمتين. ومالك بتتنفض كده ليه؟ تعالى نتمشى شوية في الجنينة، يلا. فواز يا ابني، أنا وقعت من السما وأنت سلقتني. خير بس؟ أنت محتاج فلوس؟ لا، فلوس إيه؟ أنا في ظروف ما ينفعش فيها الفلوس. أنا في أزمة لا ينفع فيها لا مال ولا بنون. يا ساتر يا رب، خير إن شاء الله. مش عارف أجيبها لك إزاي. جيبها لي دغري، هو في أحلى من الدغري؟ خلاص من الاخر كده، هجيبها لك على بلاطه بقى. قول بابي، جبت لك عناب تشرب، يمكن تهدى شويه. لا انا مش عايز. خلاص بقى اتكل على الله. هو في ايه يا عم شهيد؟ والله يا فواز يا ابني، انا في البيت رقبتي بقت زي السمسمه، جربت كل وصفات العطار لكن مفيش فايده. هي دي الحكاية؟ ده انت حكاية. والله مكسوف منك يا عم، انا ارحم من غيري. قول. لا لا كده هتزعلني، هتخليني اندم ان انا فضفضت معاك بالكلمتين دول. اولا بلاش عناب. ليه بلاش عناب؟ ده حتى ساقع. انت جاي تشرب ولا جاي تفهم؟ لا جاي افهم. يبقى بلاش عناب. خلاص بلاش عناب. ثانيا تاخد حباية من العلبة دي بعد الاكل بساعتين وهتدعي لي. ابوس ايدك. استغفر الله. ابوس ايدك يا جوز بنتي. ثالثا ترشيد الطاقه. يعني ايه؟ يعني ما تبعترش البوس كده عمال على بطال. ايه ده؟ عشان تشحن في الجون. في الجون يا جوز بنتي، وعلى راي المثل ادي العيش لخبازه. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اخص عليك يا منعم، وأنا قلبة الدنيا عليك. تعالي يا انهار تعالي. بسم الله ما شاء الله، منعم صوته حلو قوي في قرايه القران، وبعرف اغني كمان. بس يا ودي يخرب بيتك عشان ابوك يسمعنا يا نايل عيشتنا. ده انا جسمي كله بيترعش يا حبيبتي من حلاوه صوته. عارفه، وانا لما ببقى زعلانه بجيبه يقعد يقرا لي شويه، وساعات بغني كمان. يا ودي يخرب بيتك، ابوك هيطلقني. يلا عشان تتصحى. بقول لك ايه يا انهار؟ نعم. انا يا اختي عايزه اتكلم معاكي شويه.
روح انت لزينب خليها تاكلك وتنام بعد كده على طول. العيال دي كلت؟ لا يا اختي ما كلوش. روحي يا حبايبي يلا عشان تتعشوا مع اخوك. يلا تاكلوا كويس، مش عايزه حد يسيب في طبقه حاجه. حاجه بص على الاطباق. ايه المزغوده عملت فيكي حاجه تانية؟ لا يا اختي مش حكايه سميحه خالص. امال حكايه ايه؟ مش عارفه يا اختي مالي، بقالي كتير كده النوم طاير من عينيا وحاسه بقلق وبحلم بكوابيس كتير قوي. احكي لك يا اختي؟ لا يا اختي ما تحكي، اوعي تحكي، الحاجات دي بتتحقق وبعدين مش صح. انت اول ما تصحي تزفي على شمالك ثلاث تفات وتستعيذي من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انا ليه يا اختي مش عارفه حاسه كده ان على طول فواز هيطلقني؟ عشان انت خايبه، وفواز ما بيطلقش واحده مخلف منها، وعشان كده ما بيخلفش من الرابعه اللي كل شويه بيجيبها لنا. انا ماليش حد يا انهار، امي ست كبيره ومش هتستحمل تشوفني مرميه بعيالي، دي ممكن تروح فيها. يا خايبه فواز عينه زيغه اه، لكن عمره ما هيعمل حاجه وحشه في واحده مننا صدقيه. انتي قريبه منه يا انهار، اوعديني يا اختي لو في يوم حسيتي انه ممكن يعملها معايا تقفي جنبي وما تسيبنيش. ما تخافيش يا هدى، ما تخافيش، ربنا يستر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا شحاته من الصبح؟ حاج سأل عليكي 4 مرات. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ما انا عايش مع جرمق في البيت عبال ما خلصت منه وجيت. جرمق تخلفت ولا ايه؟ اخلف؟ اخلف ازاي؟ اخلف ازاي وانا اللي عارف لها اول من اخر؟ عمرك شفت واحده ست عباره عن كتله واحده من غير اي تضاريس؟ يلا اللهم اني صايم. يا شيخ ده انت مفتري قوي، حرام عليك. مفتري؟ ناس ليها 4 على الفرازه وناس ليها واحده ب4 حجم عائلي. هو ناوي على 4 ولا ايه؟ وانت مالك كده وتخليكي في حالك؟ ده انت رخمه قوي. بقول لك ايه؟ هو الحاج جوه؟ لا الحاج راح المصنع وبيقول لك حصلي. ماشي. صحيحة هناء، هي حكايه الجواز دي كانت بجد ولا حركات عشان العلاوه؟ اذا كانت على العلاوه اجيبها لك وعليها جوز جنيهات هديه، ايه رايك؟ بس انت انقذيني حتى ولو عرفي. رمضان كريم يا استاذ شحاته. وحوي يا وحوي. يا اخواننا رمضان كريم. تعالى يا مرسي. اتفضل يا حاج. حط لها خلفاوي العبايه على الترابيزه دي. يلا بسرعه خلفاوي. قول لي يا مرسي. نعم يا حاج. اخبار التصميمات الجديده ايه؟ خلصت يا حاج، ومفروض شحاته يجيبها ويجي، وانا كلمته قال لي ان هو في الطريق. حلو، روح شوفه بقى وصل لحد فين. يعني ايه يا حاج؟ يلا. ايه يا شحاته؟ ايه يا مرسي انا قصرت. وصل يا حاج. معلش يا حاج اتاخرت، شارع زحمه قوي، وبعدين في طلبيات كتير قوي من دول. ده طبيعي يا شحاته، ما احنا داخلين على العيد يا ابني. خد منه التصميمات يا مصطفى. امرك يا حاج. هات. بقول لك ايه يا شحاته؟ ايه رايك في التصميم ده يا شحاته؟ اميزنج يا حاج. ايه رايك في التصميم نفسه؟ اميزنج يا حاج، يعني الله ينور. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته اللي بيتكلم انجليزي. انت بتاخد راي مين بس يا حاج؟ باخد راي كنبه. طب استاذن انا بقى يا حاج. اتفضل. بقول لك ايه يا مصطفى؟ امر يا حاج. انت هتعدي على محلات الهرم وفيصل، وانا وشحاته هنروح محلات ابويا. لازم نلاقي طريقه نصرف بيها البضاعه دي قبل ما نفتح المول. انت تؤمر يا حاج، بس بعد اذن قطع كلامك يعني يا حاج، الحق اخطف العصر قبل المشاوير دي كلها. تعالى مرسي هنا. عصر ايه اللي تخطف؟ خير يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى مرسي. اؤمر يا حاج. انت رايح تقف بين ايدين ربنا، رايح تسلم نفسك لربنا. ما صحش بقى تقول اخطف، ركز في الكلام ده يا مرسي، ده احنا بندور على رضاه. رضاه طول عمرنا بنتعلم منك يا حاج. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم. الحمد لله. ايه رايكم بقى نتوضى ونصلي العصر جماعه كلنا، وربنا يجعلنا من الخاشعين. امين يا رب. ايوه جاي الوز على شيشة نجيبه مع الدنيا النابلة. احلى تشربه. احنا كده قفشنا السكه اللي تجيبه ارض ناخد حقنا ونشفي غليلنا ونقول حق برقبتي.
طب وهتعمل ايه مع امك؟ امك هتتجنن عشان تفهم احنا بنتودد في ايه. لا يا حته امك، الكلام اللي بينا ده ملوش دعوه بلاده الحريم. امك تديها كارت احمر، ما تبصلهاش ولا كلمه يا شعبان. تقع منها كلمه كده ولا كده نلبس الاسره الحديد، واحنا مش وش ذلك. بقول لك يا تسوي، يا الحدوته بتاعتنا دي فيها طرف تالت. طرف ايه يا اخويا؟ طرف تالت؟ تعبيط يا رب. طب والتليفون؟ التليفون اللي جالك امبارح في نص الليل واتسحبت عشان ترد عليه. انا صحيح ما سمعتش المكالمه كلها، لكن سمعت طراطيش كلام حوالين الحدوته بتاعتنا. بس على الحوار كله ابن والدي ده انا معاك في مركب واحده. برافو يا شعبيه، برافو. تلاقيني يالا ترمي ودني يا غبي، دول اللي هنفذوا العمليه. انت فاكر انا وانت قدها؟ انا وحضرتك اللي عايز تعلق جلوكوز؟ متبقاش غبي بقى يا شعبان بقى، وخليك معايا ومفيش وقت. معاك يا ابن والدي. تليفوني يا استاذ زوقي. قابل تيجي تطلع تدعي على الكورنيش وكوبايه حلا بس يا قمر، نلعب عريس وعروس. ده انا اللي هطلع اهلك عليك القرف. هيط يا عره يا زباله يا عره الرجاله. انت بتقول ايه يا بنت؟ انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ اعرف انا مين ايه؟ انا هتجوزك يا روح امك جريه. ده انت مستقفيني ولا انا ادفنك مكانك؟ قول يا بنت تعالي هنا. بنت اما بنتك جريه يا رجاله. هي رجاله ماتت في 73 ولا ايه؟ ما تلحقوني يا رجاله. بنت خد يا بنت. ولا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عايز انت كمان يا بنت الحكايه كده عين عينك وفي رمضان كمان؟ البنت بتاعتي لازم انا اربيها ولا اقرب لها اشرحها؟ شرحوا قدام الحربيه يا كلب يا حربيه. احسن امشي يلا امشي يلا يا زباله يا رم. احسن اهدي وبل ريك بهنا. تشكر يا حاج. خلاص ما بقاش في اخلاق ولا ربايه. خلاص خدوا عزاهم بعيد عنك. ده انا نازله في امان الله اشتري لي طرحتين. شوف يجرى لي اللي يجرى لي ده في لمح البصر. معلش حصل خير حصل خير. احنا ما عرفناش الاخت اسمها ايه. هو انا جاي اشتري طرحتين ولا جاي احجز في مستشفى حكومه؟ لا مش القصد. هو قصد بصراحه يعني في كلمتين محشورين في زوري من اول ما شرفتينا المحل. وصبر على نفسك كل ده ليه؟ خد لك بقين من العناب ده بلعهم بسرعه عشان نخلص. بكلمك جد انا ما بهزرش. اصل انت بقالك كم مره تيجي تنقي وتشتري، ويعني المحل عدم مؤاخذه ما فيهوش الا طرح وعبايات وانت قصدك يعني عشان انا مش محجبه وكده؟ مش حاجه غريبه شويه؟ ما غريبه للشيطان يا حاج. انا هبقى اجي بكره نقي اللي انا عايزاه عشان انا اتاخرت. السلام عليكم. طب فهميني الاول يا حاج. كل واحد أقدر بظروفه، واحسن حاجه ان احنا نسيب البيبان بترابسها زي ما هي عشان ما نوجعش دماغنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بيبان ايه وترابيس ايه؟ الله 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 الله. ده اللي سمعته طلع بصحيح بقى. سمعت ايه؟ شقاوة زمان دبت فيها الروح. والقليل الأدب كان لازم يتربى. ومين بقى اللي صحصحت أيام الأكشن؟ أيه؟ قول لي مين؟ الحق يا حاج. في ايه؟ الواد اللي أنت ضربته بالقلم جاب أهل منطقته وجه. يا بيه يا أخويا. تعالى ما فيكش راجل ولو فيك راجل يطلع.
خد ابويا وخش جوه. لا بس بقى شوف فواز جوه. فواز معين يا حاج فواز. استغفر الله العظيم، ده اللي ما اقدرش اعمله. لا اقدر اظلم ولا اتهم حد. لا لا، انا ابن سوق يا باشا وفاهم السوق ياما بيلم الطيب على الرضي، واكيد زي ما في ناس بتحبني في غيرهم بيكرهوني، مع اني والله العظيم ماشي بما يرضي الله. عموما يا حاج انا عايزك تطمن على الاخر، احنا باذن الله في اقل من 48 ساعه هنكون وصلنا للي عملها. وبالنسبه لشويه العيال الصيع دول بتوع المنطقه احنا لمينا معظمهم، والباقي ان شاء الله جاري البحث عنهم. انا عايزك تطمن مش هنسيبهم. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل يا باشا. حاضر حاضر حاضر، كسرت الباب حرام عليكم. بقول حاضر بقول حاضر. يا لهوي يالك يا راجل، انت كنت فين كل ده ها؟ ومين اللي عامل فيك كده يا عيني امك؟ انت مش يا ولية حرام عليك، شوية تمييز، ما انا قدامك معجونة اهو. طب تطلع يا راجل خليني اطمن بدل ما انا عالي عمال يودي ويجي. انا ولا قادر انطق ولا قادر اتكلم، انا بتكلم ونايه في بقي مش قادر اتكلم. يا حبيبي ده انت شكلك مش قادر تصلب طولك خالص. طب تعالى تعالى. طب الراحة بالراحة اهو، الحتة دي ما تعالى. ماشي خلاص. بختها سليمة. ده رأيها سعاد، يعني انت مفيش في عيلتكوا راجل تخاف عليه باللي بتعملي فيا ده؟ فهمني بقى كده ايه اللي حصل؟ بدل ما اخلص على الباقي منك وانت عارف. مجنونة انا مجنونة. حاضر يلا بقى يا حبيبي قول لي كنت فين بقى طول الليل. هقول لك يا سعاد. حاضر. دي كانت ليلة يا لهوي يا خرابي يا نهاري. انت يا راجل كلها مطافي وحرايق ومستشفيات وبوليس وكلاب بوليس. كانت ليلة سودة ما شفتش زيها من ليلة دخلتنا. ليلة دخلتنا؟ وحياتك لا خليها الذكرى الثانوية. تعال يا باي. ايه غالية الرس متلتلة. الحمد لله يا حاج الحمد لله. ألف سلام عليك يا جدو. يسلمك يا حبيبي بكل رضي. ومن عين كل اللي بيكرهوك وعاوزين يحسدوك، قادر ربنا ينجيك من شرهم ويقتل سمهم وينجيك من نارهم كده زي سيدنا إبراهيم ما هجرت بردا وسلاما عليه. الميه دي يا حاج فيها شويه ملح هيسحب من جدتك كل التعب وينسيك هم الدنيا واللي فيها. كله فدا تراب رجليك يا حاج. الجهاز بقى بتاعي ده اسم الله على مقامك بيعمل الحشيش الجامد جدا جدا ده. اكسلنس يا حاج انا مجرباه صدقني هيفك لك عضله عضله في جسمك. يا اختي بالراحه شويه على الحاج هو ناقص. يا نهار ما تحسبي خلعتي كتفي. ده من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. رأيتك يا فواز يا ابن فوزية، رأيتك من كل عين راضية ونفس غلوية. المدفع ضرب. يلا يا جماعة بسم الله الأكل جاهز. عاملة لكم دقية بامية تستاهل بقكم، وعاملة لك اللحمة بالبصل اللي أنت بتحبها. يلا علشان الأكل ما يبردش. يلا يا منعم تعالى ورايا. يا ابني انا عارف ان السبب، بس يا ابني ايه يا حاج؟ ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ لا اله الا الله،
تكون انا عشان اقف احاسبك ولا اتكلم معاك في حاجه زي كده. ده مالك وفلوسك وفلوس الدنيا كلها ما تسواش الطله في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله. قوم يابا ناكل معاهم، ده اللمه دي والله تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا يا ابني يديك على قد ما قلبي راضي عنك. ربنا يخليك. اه يابا استغفرك يا رب يا رب اغفر لنا وارحم يا رب اغفر لنا وارحم يا رب اغفر لنا وارحم استغفرك يا رب واتوب اليك استغفرك يا رب واتوب اليك. نعم يا حبيبي انا جاي اقولك اني من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي وحسبتها جبتها يمين ونطرتها شمال لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي. مين بقى يا فلحة؟ اخوات انهار. هم اخوات انهار مفيش غيرهم. ايوه دي عيال سودة ونبها ازرق وكل اللي يهمهم في الدنيا دي يأذوا الحاج فواز او النعمة الشريفة وانا عارفاهم. والعلم كده ان انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصه دي ومش بعيد تكون شريكه معايا. اه والله تصدق بقى فكره هي ممكن تبقى شريكه معاهم يا حاج لان لعلمك بقى النفس وحشه وحشه وامره بالسوء احيانا. وهتفتكر يا حاج ان انا جاي اقلبك عليها لا سمح الله ولا خونها ولا حاجه. لا اله الا الله دي حبيبتي. بس انا كل الموضوع اني عايزه انورك ادور لك طريقك يا حاج. عايزه اشاور لك على اللي بيحب ويتمنى لك الرضا ترضى يا عيوني. سميحه عيون سميحه من جوه امرني يا قلبي. قدامك حل من ثلاثه، يا ولع فيكي بجاز زي المخازن، يا ارمي عليكي يمين الطلاق واخلص منك ومن سوسك اللي عمال ينخور بيني وبين بنت عمي واخواتها، يا تقومي تلمي هدومك وهلاقيلك دلوقتي وتطلعي تكبسي على بيت ابوكي. يا حاج انا كمان اتقالي. وبكده ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا. يا لهوي انتوا ليكوا يده في اللي حصل لجوزي ده؟ حصل؟ وايه اللي حصل انا؟ ماله جوزك حصل له ايه؟ والنبي اسكتي انت شويه يا عم ورا ما تستعبطش عليا. حرق المخزن وكسر المحل انت ليك يد فيه؟ مخزن ايه ومحل مين؟ احنا لا سرقنا ولا حرقنا. جرايه يا نهار انت جايه ترمي بلاويك علينا ولا ايه؟ لا جرالك ايه يا نهار؟ انت عايزه تودي اخواتك في داهيه ولا ايه؟ وبعدين اشمعنى احنا؟ ما جوزك له عدويني يعني. بأمرت الخبر الحلو اللي كنت جايبه لاخوك ولما شفت وشي عظمت الكلام. ولا تكونش فاكر ان دخلت عليا اللعبه بتاعت الوظيفه والعلاوه ولا طرختك عجنك وخبزاك وجابك من اولك لاخرك. الله بقى تتلم يا بنت. الله جرالك ايه؟ يا ابو اخواتي عصابه. لا 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 عمر اخواتك ما كانوا عصابه علشان يحرقوا ويكسروا. وبعدين اخت احنا اصحاب حق وحقنا هناخده بالقانون. ماشي بس قسما بالله العظيم لو اكتشفت ان ليكوا يد في اللعبه الوسخه دي لحقونا انا المبلغه البوليس ومسلمكم بيضايق الحكومه. تعالى تعالى يا مسعود تعالى يا مسعود يا طيار شوفوا ولادك هما بياكلوا في بعضيهم. اهدي بس يا اما. بقول لك ايه يا نهار انت مش غريبه اعلى ما في خيلك الكبير. انت هتوجعي دماغنا معاكي ليه؟ قلنا لك ما عملناش حاجه. يا رب بتمنى يا اخويا من قلبي والله بدعي ربنا خايف ظني فيك واطلع انا اللي ظالمه وبنتي كلب فشلتي. هي بنتي من الهداوه مش كافي. ايه بقى؟ ايه بقى؟ اللي قالته اختكوا ده صح؟ انت يا واد ناكلوه قبل ما اموت فيه؟ يا حسنات انت هتعوم على عمها ولا ايه؟ احنا لينا حق عندهم اه بس ناخده بالاصول بالذوق مش بالبلطجه. وبعدين لازم تبقوا فاهمين كويس قوي ان اختكوا انهار عايشه في وسطيهم يا رجاله. اديكي قلتيها يا اما. يا اما يا اما بنقولك ما عملناش حاجه حسبي الله ونعم. كتر التسخير يرخي العضل وانا مش ناقص وانا خلاص نفسي اتقطع من كتر الرقص.
وبعدين الرقص ده قديم قوي. قديم قوي ليه؟ هو انت نافع معاك قديم ولا جديد؟ بلانيلة. لا 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 لا، الاحباط مش كويس للي في سني. والكبت خطر على اللي في سني. ما تقطعيش وادعي لجوز بنتي. الليله دي هتشتغل وحنسخن واللعب هيبقى تمام التمام. ايه ده؟ مين السخيف ابن السخيفة اللي جاي لنا دلوقتي؟ روح افتح وانت تعرف. ثانية واحدة وراجع لك. اوعي تمشي، استرها مع الغلابة يا رب. الست لما والست لما لما لما. طيب طيب يا ساتر. ده ايه يا بابا؟ بقالي ساعة واقفة على الباب، انت ايه نايم على ودانك ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ وايه الشنطة دي؟ والنبي انت عليك اسئلة، يعني واحدة جاية في نصاص الليالي ومعاها شنطة هدومها، تفتكر ايه؟ مسافرة؟ طالعة رحلة؟ أكيد مطرودة، قصدي غضبانة. نعم غضبانة؟ مين يا شوشو؟ شوشو قول كده يا خال، ده انت كنت متدفي بقى. وايه اللي غضبك بقى ان شاء الله؟ كلمة حق قلتها، كلمة حق. قام قال لي يلا اتفضلي روحي اكبسي على نفس ابوكي. ما هي الليلة باينة من اولها. ابن الحرام يديهن باليمين وياخدها بالشمال. هي ايه دي؟ مالكيش دعوة انت. اخس عليك يابا، متشكرين قوي متشكرين قوي. يعني عليك يا سميحة، مالكيش بخت حتى في اقرب الناس ليكي. انا لو امي كانت عايشة كان زماني دلوقتي اترميت في حضنها وعيطت. عايزة اعيط يا ناس، نفسي اعيط مش عارفة اعيط. ما انت قاعدة تزني بقالك ساعة اهو. اجيب لك حاجة ساقعة يا سميحة. متشكرين يا عمتي، خشي يا اختي لا تستهوي، خشي، ده ابويا، عايزة افك معاه بكلمتين، الراجل ده ابويا. من عينيا يا حبيبتي، لو عايزة الفهولك كمان ما يغلاش عليكي. شش عيب كده، خشي جوه. لا شديد، شديد يا عمنا. ما انت قعدت هو بس وتهيس وما انتش دريان بالدنيا اللي خربانه بره. دنيا ايه اللي خربانه؟ فواز حرقوا له المخزن وكسروا له المحلات. هما مين دول؟ ما هي دي المصيبه يا حاج، اتسحبت من لساني وقلت انوره واشاور له على اللي بيكرهوه. ما خلصتش يا حاج، رماني رميه الكلبه. بقول لك ايه، انت لازم تاخد لي حقي وترجع لي كرامتي اللي اتهانت، والا ورحمه امي لا ولع في نفسي وريحك مني. يا ريت. بتقول ايه؟ عياطي يا روح امك عياطي. غبتك السود يا سميحة، يا حظك الفقري. شوشو يلا بقى يا شوشو. ما تتحدي يا بنت شوية، الراجل مش قدك. شوشو شوشو يا ابو سميحة. اللي عملوها دول ناس اغبياء، ناس مش فاهمة اي حاجة، بس الحمد لله الحمد لله يا ربنا سترها. ايوه بس احنا برضو لازم نعرف مين اللي عملها يا حاج. والله كلام الست سامح منطقي، لازم نفكر فيك نوصلنا لأي حاجة يا حاج. لو فكرت شوية يا شحاتة هتلاقي إن كلام سميحة ده كلام فارغ، كلام أهبل. نار بتحاول سميحة إن هي تشعللها بيني وبين أنهار، شغل ضراير يعني. بس ده ما يمنعش يعني إنه احتمال وارد برضه يا حاج. احتمال إيه؟ ولاد عمي هيستفيدوا إيه ما يحرقوا لي بضاعة في المخازن؟ فش غل، أهي خسارة والسلام. يا ابني الناس دي هتعرف منين اصلا ان انا عندي بضاعه في المخازن وبضاعه مهمه؟ الله، المعلومه دي محدش يعرفها غيرنا احنا وابويا. ايوه بس لما اخذ في الكلمه يا حاج، انت مش قلت ان الست انهار عارفه؟ انهار؟ انهار مستحيل يكون ليها يد في حاجه زي كده. مش شرط يا حاج يكون ليها يد، ممكن تكون وقعت بالكلام قصاد اخواتها صدفه يعني. يعني اتكلمت كده يعني بحسن نيه وهم لقطوها. خلاص بقى يا مرسي خلصنا، مش عايز افتح السيره دي تاني. في نيابه بتحقق ومباحث بتدور، ولما يوصلوا للي عملها يبقى يحلها ربنا. وبعدين احنا نتبطر على النعمه ولا ايه يا اخوانا؟ احنا نحمد ربنا. الحمد لله يا حاج، احنا عشان شغلنا بما يرضي الله البضاعه اتلحقت. الحمد لله، واللي راح منها سهل انه يتعوض. سهل ولا ايه؟ سهل طبعا يتعوض. الله يتعوض ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. خلاص روحوا انتوا يلا وضبوا مع اللي بيوضبوا في المخازن. حاضر بعد اذنك يا حاج. كلمني من هناك يا شحاته. حاضر يا حاج. ستي ستي كنت فين كل ده؟ ايه اللي كنت فين كل ده؟ كنت عند امي، ما انت عارفه ايه اللي حصل. مش الست سميحه خدت هدومها وحطتها في الشنطه وراحت على بيت قالها وقالت يا فكيك فكيك؟ انت قولي لها شرب حاجه؟ لا والنعم، هو ده اللي حصل، نزلت معيطه شويه وبعد كده خدت شنطتها وراحت على بيت اهلها. طب
طب والحاج كان فين؟ الحاج بعد كده بشويه نزل وهو خد في وشه وخرج. خدت عيالها؟ سابتهم. يبقى راجعه. لا المره دي عك الدنيا على الاخر. عك الدنيا ازاي يا وليه؟ ما تنطقي يا وليه، انا حاطط حيل عليكي، ما تقولي في ايه؟ ما انا سمعت طراطيش كلام وانت عارفه سامع على قدي. بنت زينب انطقي وقولي ايه اللي حصل. حرام يا ستي، احنا في رمضان. حرام رمضان. ماشي. كانت بتوزي الحاج على اخواتك وبتقول هم اللي حرقوا المخزن والحاج ما سكت لهاش. انهار، عرفتي يا اختي اللي حصل؟ هو انا هخبي حاجه على ستي؟ انا قلت لها كل حاجه. طب وبعدين يا انهار هنعمل ايه؟ ايه اللي احنا هنعمل ايه؟ احنا مالنا يا اختي، كل واحد اضرب حاله. بحاله ازاي يا اختي؟ احنا لازم نكلم الحاج عشان يرجعها. نكلمه عشان يرجعها ويطردنا احنا الجوز بره. لا يا اختي لا، دي صعبانه عليا قوي. ما تصعبش عليكي يا اختي، وبعدين ما تخافيش، دي عامله زي قرش براني، ترميه بره تلاقيه بيرد في وشك تاني. حرام عليكي يا انهار، دي كانت بتعيط يا اختي وهي ماشيه وكانها زعلانه قوي، اكنها يا اختي مطروده. يا اختي صعبانه عليكي قوي، ما تروحي تقعدي جنبها. ولا اقول لك على حاجه احسن، لما يجي الحد انزلي حبي على ايده عشان يرجعها، بس لما يقلب عليكي تاني ما ترجعيش تعيطيلي وتقولي اصل هو هيطلقني. اوعي من وشك هتاكل قرف انت كمان، قرفتوني بيت مجنون كلكم. ايه يا ستي مالها؟ قرشه ملحتك كده ليه؟ قرشه ملحتي؟ امشي من وشي يا زينب، امشي من وشي. ده انتوا عيله تشيل، انا الحق عليا خايفه عليكوا. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديكوا يا رب. انا دايما يا اختي الحيطه المايله اللي فيكوا. ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارف ليه حسيت برضه انه مش هاخد نفس غير وسطيكم. مع اني ما بطيقكوش. خد لك نفس من هنا وانت تنسى اسمك وعنوانك. يا ابني اتقي الله بقى. عليا، انا عايزك تروق صدرك من الهم. خلاص بقى يا عم، سيبه براحته يا فريد. الراحة دي بقى الواحد بيفضل يدور عليها طول عمره وبرضه ما بيلاقيهاش. ده ايه الغم ده؟ انتوا عجزتوا يا ابني ولا ايه؟ ما تفوق يالا انت هو. ما تفتكرش يا فواز ان هم مبسوطين بالغم اللي هم فيه ده. ولا راضيين عنه. احنا بس لقينا نفسنا فيه. اهلا، واضح ان انا فعلا عرفت انقي الناس اللي خرجوني من اللي انا فيه. جت كل هم سلام. استنى استنى يا حاج، استنى انا جاي معاك. استنى انت اللي جاي معايا. اقعد اقعد اقعد، اوزن نفسك الاول، انت قادر تقوم. يا ابني انا راجل مش نكدي، احب ابسط نفسي، احب ارمي ورا ظهري وازيح من على قلبي. ياه، متجوز كل دور ولسه عندك مزاج؟ قل اعوذ برب الفلق. بسم الله والله اكبر. انا بقى شربت الحجرين دول ونسيت طعم المزاج، مع اني متجوز واحده. وانت بتعمل ايه بقى معاهم يا حاج؟ اهو ده اللي نفسي اتعلمه من زمان منك يا حاج. يا ابني ما هو انتوا لو بتفهموا، لو بتفهموا كنتوا عرفتوا ان الستات. يا ابني اتقي الله، استغفر الله العظيم يا رب. كنتوا عرفتوا ان الستات دي مفتاح كل حاجه في الدنيا. ازاي؟ 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 كل ست فيها بير، بير من نعم ربنا، وكل اللي عليك انك تتعب وتحفر لحد ما توصل للبير ده. ويوم اما توصل. ايوه يوم اما توصل. طمني عليك. حلو. يوم اما توصل تغرف، اغرف من نعم ربنا، انما من غير ما تحف تلاقيها بقت عامله زي الموجه كده، عماله تروح وتيجي وانت الشط بتاعها. وكل ده في مقابل ايه؟ انك تحسسها بالامان. تحسسها بالامان بس. الله عليك. ويوم اما تطمن الدنيا كلها مش هتساوي عندها حضنك. يا عيني. الله عليك. حكم. ايه العظمه ده؟ الجمال ده؟ ده 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 حكم. ايوه، امال انا مش عايز اوري له مراتي ليه؟ ما عرفتوا مين اللي عملها يابا؟ والله يا بنتي ما حد عارف حاجه، والله ما حد عارف حاجه. هي ناس بتأذي وخلاص. الهي ربنا يحرق قلبهم زي ما حرقوا دم اخويا يا رب. والخسائر كتير يا حاج.
والله يا علي يا ابني في الاول كان شكلها يخوف. طبعا النار ماسكه في الكراتين، الدخان معبى الدنيا، لكن لما الحكايه هديت بقى وعملنا جرد لقيناها الحمد لله ملمومه. واضح ان اللي عملوها ما لحقوش. طبعا عشان فلوسه حلال تعبان وشقيان فيها. الحمد لله يا بنتي. مش يمكن يا حاج حد من المنافسين بتوعه؟ يمكن يمكن يا علي. عموما الحكومه بتحقق. بقول لك ايه يا علي، انا لازم اروح اشوف اخويا، لازم اطمن عليه برضه. ودي عايزه كلام يا حياه. طبعا تروحي له في اي وقت. انا بس اللي حاسس في نفسي ان انا السبب في اللي حصل ده. استغفر الله العظيم يا رب، ده قضاء وقدر يا حاج. ايوه بس يا ابني انا المسؤول عن المخازن، وانا اللي طمنته انها متامنه. ايه بس اللي بتقوله ده يابا؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. بس يا بنتي اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. صحيح اخوك هونها عليا، بس برضه هفضل حاسس بالذنب لغايه ما اعوضها. بقول لك ايه يا حياه، انت جايبه الشاي يعني ورديحي؟ فين الكنافه اللي انت عاملاها ولا بخلانه بيها على ابوك؟ لا لا كنافه ايه، كفايه قوي الشاي علي. شاي ده ايه يا حاج؟ ده انا كنت هجيبها لك لحد البيت. ثانيه واحده. بقول لك يا حاج قبل ما حياه تيجي. في ايه يا علي؟ العيال ولاد اخوك شعبان وتسوي بيقعدوا على نفس القهوه اللي انا بقعد عليها وبيرغوا كتير قوي، وانت عارفني انا ماليش فيهم ولا لي علاقه بيهم خالص. عاوز تقول ايه يا علي؟ عاوز اقول لك يا حاج بقى ان الواد بتاع القهوه عارف ان هم قرايبي، ولقط منهم كلمتين كده عن فواز فيهم فلوس وحق وحاجات بالشكل ده. ظهر هم اللي عاملينها يا حاج. ولاد اخويا؟ طبعا يبقى هم اللي عملوها، هم طول عمرهم كده بيكرهونا وعينيهم على اللي في ايدينا. انت كنت بتتصنطي علينا ولا ايه يا حياه؟ وانت تخبي عليا ليه حاجه زي دي يا علي؟ هو فواز ده مش اخويا؟ انا مش عاوزه اشيل النفوس من بعضها. هي شايله لوحدها مش محتاجه حد يعبيها. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ الله، ولاد عمك لا يمكن يستحيل يفكروا في حاجه زي دي. جرى ايه يابا؟ ما هي باينه زي الشمس، مين يعني ليه مصلحه غيرهم؟ ولو برضه ما يعملوهاش. ولو سمعتكم بتفتحوا الحكايه دي تاني انا بقى مش هرتب لكم بيت. رايح فين بس يا حاج دلوقتي؟ انت كده يابا، كل ما نجيب سيرتهم تعمل كده. عشان انا لو عشت النهارده مش ضامن بكره، ولو سمحت بده دلوقتي ربنا هيحاسبني على اللي هيحصل بعد كده. فهمت يا بنتي؟ وانا مش قد سؤال زي ده لما اقابل وجه رب كريم. فهمت ولا ما فهمتيش؟ انت عايز تفهمني انك مبسوط بكل الجوازات دي؟ الحمد لله رضا من عند ربنا. يا عم انت كده بتستهلك نفسك، بتفتري على روحك. اه والله ستات دي نعمه نعمه صفت جوهرة الخالق عز وجل، وانا طول عمري بحب نعم ربنا كلها، وبدل الجوهرة عندي اربعة. كان نفسي طبعا بيني وبينك يعني كان نفسي يبقوا تسعة، انما شرع ربنا بيقول لا مستحيل. انت فواز كده مبهدل نفسك، انت حتى ما بتديش نفسك فرصة تعرف الست اللي انت جوزتها. عارف يا فواز اجمل حاجة في الست انها تقسمك كل حاجة، تبقى نصك التاني نصك الحلو زي ما بيقولوا، لكن انت ما بتديش لنفسك فرصة. ممزع نفسك 100 حتة، حارم نفسك يا اخي من مخلوق ربنا خلاه سكن راحة. كل ست فيها الحلو بتاعها، يعني مثلا الحلوة قوي ممكن يبقى دمها تقيل او مش ظريفة يعني، والظريفة ممكن تبقى زنانة، والزنانة ممكن تبقى بخيلة، يعني كل واحدة فيها احلى حاجة فيها. عارف يا فواز انت لو اديت نفسك فرصة هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايزها دي في ست واحدة بس. ابقى كداب لو قلت لك اني ما اتمنيتش الاقي كل الحاجات دي في ست واحدة. بس ازاي بقى والكمال لله وحده؟ عارف يا فواز انا عشت كل حاجه مع مراتي اللي اتجوزتها وبحبها، ومهما شفت اي جمال في حد غيرها برجع ادور عليه فيها. صحيح انا ممكن اتعب شويه لحد ما الاقيه، بس في الاخر بلاقيه. يا حلاوه ما تكدبش على نفسك يا صفوت، ما تكدبش على نفسك، اكيد عينك بصت كده ولا كده
وعدت عليك ايام عينك رايحه يمين وشمال وتدور وبصه كده وبصه كده، واكيد عينك زاغت. انت يا عم لسه قايل الكمال لله وحده، وانا برضو بني ادم. والبني ادم ايه؟ ضعيف. البني ادم ضعيف يا صفوت، والشيطان شاطر، شاطر قوي. انا بقى طلعت اشطر من الشيطان، بالجواز قفلت عليه كل السكك الحرام ولو حتى بنظره وبما يرضي الله. لا لا يا شريف، مش وش علي، مش كده يا راجل بحنية. لا لا مش كده، شوف ما يتمنى نفسك بقى يا راجل. بعدين معي انت ما بتتحدش وحياة امك، لا خليها ليلة صدفه دماغك. رمضان كريم يا اخوانا، نلم نفسنا بقى عشان ما نتفضحش قدام الناس. جرأة يا سميح، مالك يا اختي واكله في نفسك ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ هو جو سيما الصيف اللي جوه ده مش هيخلص ولا ايه؟ جرأة يا حاج ايه؟ ما تزقيش الباب كده، لا ياخد لطشة هوا، اصل الاوضه مولعه على الاخر وهو سخن قوي. ده انا اللي هولع فيكي لو ما تلمتيش يا نعمه. جرأة يا بت، مش عارفه تمسكي نفسك الكام يوم اللي انا قاعداهم عندك ولا ايه؟ ده احنا حتى في رمضان والمسحرات بيلف. لسه بدري قوي يا حبيبتي على الفجر، ثم ده حلالي بلالي، نصيبي اللي ربنا كاتبه لي. اقول له انا بقى لا؟ الهي حل وسطك يا بعيده. بقول لك ايه يا سميح، لو الصوت تعبك يا حبيبتي حطي على ودنك مخده، ولو اتحريتي خشي خدي دش ساقع عشان تهدي، ربنا ما يكتبه علينا. مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعطر بالستات يا اخويا دول مجانين، الستات يا اخويا دول مجانين، ما هي عليها يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة يا حاج. امال فين الناس؟ الست انهار اتعصبت على الست هدى، وكل واحده راحت اوضتها، والست سامحه انت عارف. طب يلا روحي كملي نوم عشان تقومي تصلي معانا الفجر كده، ربنا يتوب عليكي. حضر لك السحور. لا ماليش نفس، روحي انت يلا. امرك يا حاج. الامر لله. نروح عند مين بقى الليله دي؟ نروح عند مين؟ عادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كله عليكي. يا حاج يا حاج اصحى يا حاج اصحى يا حاج يلا. الساعة كام يا هدى؟ الساعة 10:30 ان شاء الله. يا هدى بتصحيني دلوقتي ليه؟ انا قايل لك على صلاة الظهر، مش كفايه منيماني بعد الفجر؟ يقطعني يا حاجه غصب عني والله، بس في ناس مستنيينك تحت. ناس؟ ناس مين؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. لا مؤاخذه يا حاج، صحيناك بدري، اصل سميحه ما نامتش طول الليل عشان مزعلاك، ولما هي حكيت لي انبتها وحلفتها 100 يمين ما تعمل كده تاني. ما هو انت لو كنت علمتها يعني ايه عيله وقعد ويعني ايه دم وصله رحم، ما كانتش هلفطت بالكلام اللي قالته ده. حقك عليا، ابوس ايدك المره دي، خدها على ضمانتي. هي الليلة اتضربت ولا ايه؟ شش، انت
انت هتسيح ولا ايه؟ شكلها كده اتضربت، انا اصلا بعتها لك عشان كده. ايوه سيدي، ما هي قامت بالواجب اعتقني بقى لوجه الله ونعم بالله لا اله الا الله عشان خاطرك انت المره دي. اقول لك ايه؟ ما تكمل جميلك عليا وتجيب واحدة تانية. واحدة تانية؟ انت عايزني اتجوز واحدة تانية على بنتك ولا ايه؟ يا نهار اسود ومنيل بستين نيلة؟ كرا يا بابي، هي انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة، اسكتي. ايه الفضايح اللي انت بتعملها دي؟ امال ايه واحدة تانية دي؟ واحدة فوسفور من اللي بتنور. هي ايه اللي بتنور بقى؟ بقول لك ايه؟ ما تطلعي لعيالك، انت واقفة مع الرجالة ليه؟ اطلع يا حاج. اطلع يلا، اطلع يا مهدبة، اطلع يا اخلاق، اطلع يا متربية، يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص يا ابني انا شطبت، البت عملت كل حاجة وانا مفيش، ولما بدأت مراتك طبت علينا زي القضا المستعجل، كل شيء راح. كله؟ كله. لا حول ولا قوة الا بالله. خالص؟ خالص. يبقى انت مالكش غير حل واحد. الحقني بيها، انا في عرضك. عيني الكتكوت. تاخد حباية؟ لا مش ده. ايوه. تاخد حباية ترفع وتدعيلي. امال التاني ده ايه؟ وانت مالك انت ومال التاني؟ ما تخليك في اللي معاك. الله ما يوقعك في دقيقه ولا يقصر رقبتك ابدا يا قادر يا كريم. بقول لك ايه؟ معكش حاجه للشعر يا عم؟ معيش خلاص بقى، انت داخل ان يجوز خيانه. لا اله الا الله، حكايه يا عم شاهين انت. وانا موافق. يبقى اتفقنا الخميس الجاي تالت يوم العيد بتكون انت جهزت نفسك واحنا رتبنا حالنا للسفر. والله من زمان انا نفسي اروح بيروت. حلوه سويسرا الشرق، وبعدين مايا حتخليك تلفها من شمالها لجنوبها، وهونيك حعرفك على ناس لو لضمت معهم حتبقى فرصه العمر، وانت وشطارتك بقى. مقضيه بعون الله. خلي بالك هيدا شغل كبير كتير، ومنه للعالميه دغري، وحيبقى اسمك المصمم العالمي للأزياء الشرقية فواز الصياد. كلام موزون، بس ما تقطعش انت وقول ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيب قلبي، انا عم وضح لك عشان تعرف شو عم بعمل لك. بالله كنت افتكرتني رحت على بيروت عشان اتفسح واتمشوار. انا عارف انت بتضيعش وقت ابدا. على فكرة بدي اشكرك كتير كتير على السيارة الهدية. كله سلف ودين حبيبي. شو رأيك نقرا الفاتحة؟ لا دي نقراها بكرة إن شاء الله على الفطار مع أبويا ووسط أهلي وناسي، إنما دلوقتي بقى تطيب. اديني إيدك. بسم الله. بسم الله. الله الله الله. أمال ده عود كمبودي بجيبه من الهند مخصوص. عارفه هنزله عليكي نصايح نسائي. يخرب بيت ابوك الولد كمان. يا لهوي يا اختي، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. في ايه يا اخوات؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا يا رمه تجيبي سيره اخواتي على لسانك؟ عايزه تقلب الراجل عليهم؟ عايزه تولعيني في البيت وتكوشي على كله؟ اختي عليكي يا انهار، انا برضه اخش ذلك يا اختي؟ لا يا اختي ما تعمليش كده. ايه يا انهار؟ ليه كده يا اختي؟ يا اختي وقعي من وشي انت كمان. ايوه يا كنانه رسمي. يخرب وحياة امك لا اكون مبلغة عنك العسكري عشان يجي اختي ياخدك على السجن ويحط في ايديك الكلاموش كده. العسكري ده علشانك يا رمة، يا خرابة البيوت العمرانة. يا لهوي يا ناس، مش كده مش كده. الحاج لو جه والمصحف لا يرمي علينا اليمين. يا اختي يا رب يعملها، يا رب يا اختي عشان تتبطل متشعللة دي على طول. يا اختي اسم الله يا حنينة، اسم الله عليكي. ده انت لو تطري يا اختي تولعي فينا كده ربع واحدة كلنا كنت عملتيها يا نهار عافاكي كويس. انا يا حقنة، انا يا بوتاجاز مشعل اللي هيولع في البيت وياكله زي العته. يا جزمه يا رمه. انا عته؟ انا عته يا اختي اللي ما تسويش في طول الحريم ريحه الجته. يا
يا لهوي يا اخوانا حرام عليكم هتودونا في داهيه. ايوه يا اختي فحصني يبان اصلي يا واطيه يا رنة. معلش يا نهار معلش يا اختي بسامح كريم انت العقله. لا انا بقى مش عقله ومجنونه وهطلع جنني على جدتها. جني لما يلخبطك يا بيئه يا تلقيحه. لا وواطيه واطيه قوي وهتشوفي. اطلع على بالك عارفه نفسك يا اختي شفتي طولة لسانها. لا لسه وايديا ورجليا يا جزمه. لا ما ينفعش كده يا ست انهار ده حتى الست سميحه بتحبك قوي. قولي لها يا زينب شايفه يا اختي معدتك في القلب. شايفه الوليه الكذابه المنافقه. يا لهو يا لهو الحاج يا اختي الحاج. اسكتوا اسكتوا مش عايزه اسمع ولا كلمه. الو ايوه يا حاج. ايوه يا اخويا الحمد لله احنا كويسين. انهار انهار يا اخويا موجوده اهي كويسه وزي الفل وسميحه كمان اهي. ما بيردوش على التليفون يا حاج. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي انا تليفوني فوق. معلش يا اخويا اصل احنا كنا لسه ختمين القران حالا وكنا عاملين الموبايل صامت. اه يا اخويا اه اه تيجي بالسلام. تيجي بالسلامه يا حاج مع الف سلام مع الف سلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حرام عليكم يا اخوان حرام عليكم خليتوني اكذب. تحريات المباحث رايحه في اتجاه ناس يخصوك يا حاج وانا ما حبيتش اخلي الحكايه تاخد الشكل الرسمي الا بعد ما اقول لك واسمعك. ناس يخصوني ازاي؟ ولاد عمك. ولاد عمي؟ للاسف. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب ولا حول ولا قوه الا بالله. ازاي الكلام ده يا باشا؟ هو مفيش دليل قوي ضدهم الا انك تتهمهم وتسيب النيابه تحقق وتثبت. نيابه ايه بقى وتحقيق ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. مش فاهم يعني قصدك ايه؟ ولاد عمي ما يعملوهاش يا باشا. طب وتحريات المباحث؟ اكيد فيها حاجه غلط. بالشكل ده القضيه هتقيد ضد مجهول. احسن ما يروح فيها حد من قرايبي ظلم يا باشا. السلام عليكم. بقول لك سامحهم بوداني هما بيتفقوا على الحاج فواز. انا لما انهار خيت هنا كنت ممكن اتكلم وابطحهم. اخرس ما تنطقش ولا كلمه دلوقتي. انهار في بيت الراجل يعني لو شم خبر انهم ورا اي مصيبه مش بعيد يعمل فيها حاجه. انت اسكت ابوس ايدك اسكت لغايه ما اتلام على نفسي واشوف هتنيل اعمل ايه. يا حبيبتي انا خايف على انهار هي ما تستاهلش الاذيه. يا عم بالراحه. الله اللهم اني صايم. فواز مش اتفضل يا حاج فواز انا تسوقي. ازيك يا مرات عمي؟ خير يا حاج. هو في ايه؟ خير ان شاء الله. عايز تعرفي في ايه؟ تعالي شعبان انا جاي اعلم ولاد عمي الادب. صدق الله العظيم. بالراحة 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 يا حبيبتي. ايه اللي حصل لك؟ هو اللي وقعت يا حبيبتي اخوكي وما يقصدش. معلش بالراحة عليها يا منعم مش واحد صاحبك دي بس قوية الرجل اهي قوية. وقعت وقلبي ربنا يهديكم. يلا العب. يسلم قلبك يا حاج طول عمرك حنين. من قلبك بقى؟ قلبي وكل ملكك يا حاج. اقعدي يا نهار اقعدي عايز اتكلم معاكي. قول يا حاج قول كل اللي انت عاوزه. هو انا وحش قوي؟ وحش كفل الشر عليك. هو انت في زيك في الدنيا؟ يعني ما انتيش شايله في نفسيتك حاجه مني؟ لو على اللي عملته مع اخواتي فانا عيني منك في الارض. وبعدين اذا كنت ضربتهم فده اهون بكتير من انك كنت ترميهم في السجن. وده جميل انا شايله لك في رقبتي طول العمر يا حاج. لا يا نار انا عايز افضل في قلبك طول العمر. موجود يا حاج وبتكبر كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. ربنا يخليك لينا ويخليك لكل اللي بتحبهم. انا ما بكرههمش خالص. انا بس مديت ايدي عشان اعرفهم ان الله حق ويشيلوني من دماغهم.
عارفة يا حاجة عارفة، بس أنا والله ما عارفة أعمل إيه وسطيكم. حاسة إني متقطعة من حتة، خايفة عليهم من نفسهم وخايفة عليك منهم ومش عارفة أعمل إيه. أديني كل اللي قادرة عليه بروح عند أمي وببخ بيهم كلمتين يمكن يفوق، لكن هم مفيش فايدة. وباجي عندك بقولك كلمتين علشان أكبر بيهم خاطرك، وانت بتكسفني بكرم. أنهار، انت أقرب واحدة ليا في الدنيا. أنا بحس كأنك حتة مني، حتة مني، أكتر واحدة في الدنيا بتفهمني، بتحسني أختي. لا هأشعر. لا ما أقصدش أختي، أختي يعني مش حياتي يعني، بس عارفة. وبعدين هنقول امتى اللي احنا عاوزينه؟ هنقول ايه؟ انت عاوز ايه؟ انا اصلي قابلت واحده ولقيتها عاجباني ولقيت نفسي بتقدم لها عشان اتجوزها. ده امتى ده يا اخويا حصل؟ في حاجه يا نار؟ لا يا اخويا حقك، هو حد يقدر يقول لك حاجه؟ سبحان الله، انا بس مش عايز حد يعرف حاجه الا من الموضوع ده يحصل. طبعا يا اخويا، واللي تؤمر بيه كله يحصل. الحمد لله، بس على الله بقى تبقى جايب لنا حاجه عدله، مش واحده موكوسه. لبنانية من لبنان، شبه اللي بتشوفيهم في المسلسلات دي ليل نهار دي. روبي اللهم اني صايم. الله ده انت بقيت دولي يا حاج. لا بس المحلي مفيش احلى منه برضو، انت جوه قلبي. ربنا ينولك كل اللي بتتمناه يا حاج. امين يا رب. اقوم بقى انا عشان الفطار. ما تنسيش تبعتيلي تجيبيلي صوبيا والنبي يا نار. هو الذي كفى. بس يعني امك بقى، بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مال الواد صعبان عليه اللي انت عامله في امه دي؟ اللي عمل فيكي كده؟ طبعا، ما هو انت لو كنت بتسال كنت عرفت. بس ازاي انت عامل نفسك مقبوس من ساعه ما جيت وما بتسالش فيا؟ الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، مش هنعيده تاني. مين اللي عمل فيكي كده يا سميحه؟ العقربه اللي انت رامي نفسك في حضنها ليل ونهار وكارفني ورميني رمية الكلابة. انت بتضحك ليه دلوقتي؟ انت عايز تستفزني وخلاص؟ انت مش ملاحظة ان الواد سكت ودراعك اتصلح وشوحتي بيه؟ يو بقى، طب اهو بقى، اهو اهو بقى يا ربي بقى. بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انت عارفة انك ما تهونيش عليا. ما هو انت يا اخويا واللي كان هند يا عبيطة. ده انت الضحكه اللي بستناها ما بدخل البيت، ده خفه دمك وشقاوتك دول والعسل اللي بيطلع من بقك ده بيخفف على الواحد اي حاجه وحشه تحصله طول اليوم. وطبعا انت عارفه وفاهمه الكلام ده كويس، عشان كده شايفه نفسك عليا. ما هو انتوا كده، اما الواحده فيكوا تعرف ان جوزها ما يستغناش عنها تقوم تعمل فيه كده. هو انا عملت حاجه؟ حرماني، حرماني من ضحكتك الحلوه. صحيح يا فواز، ما تقدرش تستغنى عني برضه؟ بتسألي؟ لا إله إلا الله، وأنا اللي بقول سميحة دي إيه؟ لماحة بتلبح الحاجة قبل ما تطير. حقك يا حاج لو كنت زعلت. ما بعرفش أزعل منك. يلا قومي ننزل نفطر، وليكي عليا بعد الفطار هاخدك وآخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه. صحيح يا حاج. مش بس كده تقالي، ده أنا هوديكي تشربي الفخفخينة اللي بتحبيها. هتشربي فخفخينة بجد؟ صايم. اتهدي بقى، اتهدي، ده لسه ما ادنش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحيح يا حاج، هتخليني ازور امي؟ يا سلام، طبعا، وتشوفي اخواتك وتجيبي لهم لبس العيد والكحك والبسكويت. هي مش دي الاصول ولا ايه؟ طول عمرك صاحب واجب وما تفوتكش حاجه ابدا. يا سلام يا هدى، يا الراحة اللي بحسها في الأوضة دي دون على أي أوضة تانية. أنت عاملة لي عمل ولا قارية عليها ولا أنت عاملة إيه أنت؟ بدعي لك يا حاج، بدعي لك إن ربنا ينصفك ويريح بالك. يا ودع، يا راحة البال دي تسوى الدنيا واللي فيها. ربنا ينولها لك يا حاج وما يحرمك منها أبدا. بس يا حاج إحنا هنلحق نجيب كل الحاجات دي النهاردة؟ هنلف وربنا يعدلها. الولاد هيفرحوا قوي يا حاج، انت عارف دول بيستنوها من السنه للسنه. وانت يا ودى؟
انا اي حاج. ما تستنيش لميتنا سوا. انا طول الوقت مستنياك يا حاج. الله الله عليك يا ابو قلب ابيض وصافي انت. الاذان يا حاج. اللهم لك صمت على رزقك افطرت. حاضر حاضر يوم جاي. طيب ماشي. الله شحاته تعبان ومش مستحمل. خلاص انا ما بقتش قادر. ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك يا راجل فيصتي بدري كده ليه؟ دي ليله عيد والناس كلها سهرانه. اسكت يا سعاد. طول النهار عمال الف على كعابي رايح جاي رايح جاي لحد ما استويت. يا راجل يوه بطل صلبطه وقمطش وشك بشويه ميه وانت تفوق. دي الليله سهره صباح. يا سعاد حرام عليك انا هموت وانام. وسيبني في ليله زي دي؟ ده برضه اسمه كلام؟ حتى تبقى عيبه كبيره في حقك. سعاد انا جتتي مش خالصه. يوه مالك يا راجل؟ ما انتش على بعضك كده ليه؟ حبيبي بقى سعاد بقى. شحاته. يوه يا شحاته. يعني ما وحشكش السهر معايا؟ اصل بصراحه سعاد ركبي مخلعه ومفاصلي سايبه. بس كده؟ هرم لك عضمك باكله تصلب طولك. يا راجل هو انت شطبت ولا ايه؟ اصل سعاد ظهري قافش وكعابي ايضا نار. بس كده يا كوكو؟ حطها في شويه ميه وملح وهي طش طش طش. بقولك يا سعاد هي الليله يعني لازماكي قوي؟ الظاهر ان انا مش لازماك يا شحات. مش العباره سعاد بس. هو انت لسه هتبس بس وتخلصنا بقى؟ انت عارفه يا سعاد؟ ايه؟ انا مش هطص وشي بشويه ميه بس. انا هخش اطص في الدش على طول عشان افوق لليله الصباحي. بنشطين وميه عشقتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اسكندرية يا اسكندرية. يا مني خرمني قال لي مش عاجبك في يا نهار اسود ايه ده الجرمه ده؟ يا لهوي ليلتك السودا يا شحاته. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا شحاته؟ كده تستوي تاخد لك لطشه برد. ده انا هاخد فيك ست اشهر. اللي جاب اخواتك يا سعاد؟ مش قلت لك السهره ليله صباحي؟ لما اخش وسط نفسك في حريم قاعده وتعالى عشان تلحق لك لقمه وحب ترمس. يلا يا روح هتكون يا اخويا كل ترمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف أهلا بكبير الحجاج كلهم. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. أنت اللي تقلان علينا. شايلينك لعوزة ما أنت سيدي العارفين. تحت أمرك بس تشرب حاجة ساقعة. لا 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 أنت عارف أنا ماليش فيها وكمان مفيش وقت. أمرني يا حاج. نفس التموين بس بحبحها سنة. من عناية عايزهم إمتى؟ بكرة الصبح شحاتة هيعدي عليك ولا كنوش قافلين عشان العيد؟ ما أنت عارف يا حاج ما عندناش أجازات. على البركة. ما تنساش بقى الموانع بس يا ريت تبقى حبوب بلاش الحاجات الجديده اللي بتشكشك دي وتقل المزاج يا دكتور. ماشي. سلام. امرني يا حاج بس كان لازم تشرب حاجه ساقعه. مفيش وقت والله يا دكتور. يا دوب الواحد يريح شويه قبل صلاه العيد. ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. الإنسان والله زمان يا هوى
لله ما شاء الله. ازيك يا حبيبي؟ ما شاء الله الصوت الجميل ده، صوتك جميل ما شاء الله يا منعم. شاطر جدع جدع. الصوت ده نعمة من عند ربنا. ربنا بيخص بيها واحد، واحد صوته حلو، واحد شكله حلو، عشان كده لازم نستغله في الصالح مش في الغنى. بس انا ما بعرفش اعمل حاجة تاني. ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ انت ممكن تبي صوتك ده بآيات من الذكر الحكيم، تلاقي بقى النعمة تكتر وربنا يحفظك من الشر، مش نستغله ونستهلكه في المجنة والكلام الفاضي. بس انا بحب اغني يا بابا، وزمايلي بيقولوا لي ان صوتي حلو. طب ما الشيخ محمد رفعت كان صوته حلو، كان صوته جميل. الشيخ محمد رفعت ما شاء الله. انما اشوف هو كان بيستغله في ايه، وانت بتستغله في ايه. ربنا ادى البني ادم نعم كتيره قوي يا منعم، قوي. المفروض بقى يستغلها في الخير في الصالح. حاضر يا بابا. حضر لك الخير يا حبيب بابا. انا قلت اجي عايد على حماتي واولاد عمي. الحاج قال مش معقول العيد يجي ولا نجيش نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا منعم. تعال تعال يا حبيبي. روح لتيتا روح. ده انت وحشتني قوي. وانت كمان يا تيتا وحشتني قوي. ايه واد الجمال ده يا ايه الحلاوه دي. ربنا يبارك لك فيه يا حاج. تعيش يا عموره تعيش. هو كمان يموت في خاله، يحب خاله حب. وبقيت خلانه فين صحيح؟ بقيت خلانه مش يجوا عيدوا على الواد؟ ايوه يا ولاد تعالوا عيدوا على اختكوا. اهلا بالرجاله. ايه ده ايه ده؟ مين اللي عمل فيكوا كده؟ اسكت يا واد تعالى هنا اهو جنبي. تعالى هنا انا ناقصك. اخلص خالص. بسأل ابوك يا حبيبي مين اللي عمل فينا كده؟ جايبنك تفرجوا علينا يا حاج فواز. ليه كده بس يا تسوقي؟ دي ايام مفترجه. وبعدين الضفر ما بيطلعش من اللحم ولا الدم بيبقى ميه. يا سلام. واللي جوزك عمله فينا ده اسمه ايه؟ ما هو ان عفى الله عما سلف بقى. الله الله. وبعدين هو ربنا خلق الاعياد ليه؟ عشان الناس تعيد على بعض. الله يفتح عليك يا نور ويزيدك من العلم، وعلشان النفوس تتصافى والود اللي اتقطع يتوصل بين الاهل والاقارب والاصدقاء. امير شوفي الحاج ياما جايب لكم ايه عشان العيد. والله ده حلف انه ما يجيب اقل ما بيجيب لنفسه ولا المنعم ولا المنعم الكبير كمان. بصي يا واد البنطلون ده بتاعك بجد. والله يا حاج مش عارف اشكرك ازاي، البنطلون تحفه. تشكرني عليه يا عموره؟ الله بس يطلع مقاسك. كل سنه وانت طيب. وده يا شعبان هتسوقي. كل سنه وانتم طيبين. اوعوا تقولوا لي بقى انكم كبرتوا على العيديه. يسلم في امك يا فواز يا ابني. خير ما فعلت. طب والله انا كنت هطلب منك انك تصالحهم بس استحيت من عمايلهم. ما هم برضه اخواتي يا عم. اها ما هم ولاد اخويا انا كمان، يعني حته مني. انما هنعمل ايه بقى؟ شوف لك صرفه بقى مع ابوك يا فواز. مش راضي اخويا يجي يقعد عندي بدل قعدته لوحده دي، ومش هحططني معاه عشان اعمل له لقمه ولا نضف له هدمه. يا اختي كان من باب اولى يجي يقعد عندي انا. ما هو على يدك. يا اما بوست ايده ورجله عشان يجي، هو اللي مش راضي. لو قدرتوا تشيلوا الحطام دي خدوها وانا اجي معاكم. يا ولاد انا حته من البيت ده، والعظمه ما بتستريحش الا على فرشته. ده بيت العيله. ريحه الايام الحلوه ونفس امكم في كل ركن فيه، وانا بقى مش خارج منه الا على ظهري. الف بعد الشر عليك يا حاج، يديك طولة العمر. ربنا يكرمك يا فواز يا ابني. ده بس عشان تريحوا نفسكم وتريحوني بقى. خلاص ماشي يا عم الذكريات، خليك على راحتك. انا هقعد معاك هنا يا جدو. يا سلام، دي الدنيا كلها تنور يا حبيب جدو. قوم قوم يا حبيبي، تعالى في حضني، وحشتيني. تعالى. ايه ده؟ بقول لك ايه انهار، انا يا اختي حجزت الواد ده ومهره عندي. ليه؟ هما في المستقبل العروسه هي اللي هتدفع المهر للعريس. امال دول بقى اكتر من الهم على القلب. وبعدين ده ابن الحاج فواز، يعني يتقل بالذهب. عيش يا حياه، ربنا يخليكي. كلامك دايما حلو زي العسل ده. والنبي يا اخويا تقول له يمكن يحس. ايه انت هتقلبي عليا ولا ايه يا حياه؟ انا عملت ايه؟ لا يعني ما بسمع منه كلمه حلوه كده ولا كده. الله 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 الله. ايه عليك زوجتي انت؟ لا لا والله. عايز اقول لك على حاجه، انا بقول كلام وكلام كويس قوي وكتير قوي. ما سبتنيش.
يبقى حسن خطك. بقول لك ايه يا انهار، بذمتك اخويا بيقول لك كلام حلو ولا ما بيقولش؟ بيقول يا اختي، مشكلتي انه بيقول بزياده. في حاجه يا انهار؟ لا يا اخوي، قول براحتك. طب قومي قومي يا اختي احكي لي لحسن انا قربت انسى. لا ده انا هفكرك قوي، تعالي. ما تقوليش كل حاجه يا انهار. يا عم اقفل البتاع ده بقى، واحنا ناقصين دوشه يا فواز. خلاص بقى يا حاج، يا جماعه ما تلمهمش علينا، ما صدقنا ريحنا دماغنا. يا اخي الستات دول ما بتملاش عنهم حاجه. بالعكس، دول اطيب من الطيابه واغلب من الغلابه. كلمتين بس كده حلوين، ثلاثه، طول بالك بس، هتاخدها تحت جناحك وتريح لك الجمجمه. بس انتوا بالكوا مش طويل، اسالني انا. ادينا بنتعلم منك يا حاج فواز. لا تعلمش منه حاجة إلا ده. ده انت جوز بنتي، أصبح لقيك متجوز عليها أعلقك. وفي عقل يكررها تاني برضو حاج منعم. شكرين يا أستاذ علي. لا أنا مقصودش، يعني أنا بتكلم على اللي كررها تاني. أنت كررتها أكتر من مرة. من تاني. ربنا يهدي. تعبني آخر تعب، مخرط على قلبي ولا ميت بصر. ليه يا اختي، عرفتي حاجة ولا ايه؟ لا 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 ولا حاجة. انهار شكلك مخبية عني حاجة. يا نهى خدي منعم يا حبيبتي وطلعوا العبوا برا شوية. ها ايه الحكاية؟ انت عارفة ان الواحدة مننا في كلام كده ما ينفعش تقوله، بس معاك انت ما بقدرش اخبي عنك حاجه. بحس انك مرايتي. في ايه يا انهار قلقتيني؟ تعبت، تعبت قوي يا حياه. دمعتي بقت على طول على خدي، بقيت اخاف يبص عليا ولا يشوفني يلمحني. بقيت على طول بجري على الحمام عشان اغسل وشي، وما بتخنق قوي وبتكبت بقوم ماسكه البت سميحه فقعها علقه مطلعه فيها القديم والجديد. عامله فيها جامده، بمسك نفسي وانا من جوه خربانه. يا لهوي، مالك يا حبيبتي، هو مزعلك ولا ايه؟ لا يا اختي، طقم الحنيه اللي نازل بيه علينا اليومين دول ملوش زي. ما في واحده نفسها في حاجه الا وراح وعملها. انت كده طول عمرك تتبطري عن نعمه. بطر 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 عليا يا بت. امال ده اسمه ايه يا اختي؟ ان شاء الله ده اسمه الذل. ذل يا نهار، مش بقول لك يلا عندي شغل. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا. فين شنطتي؟ برا. يلا يلا. عايزه حاجه يا حياتي؟ الله يخليك يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام. بطر يا انهار، بنت اتهبلت ولا ايه؟ مش معقول، تحفه يا فواز، ما كنت عارفه ذوقك هالقد حلو. فرشيني فرشيني، والله كتير حلو. يسلموا. شكلها حلو كتير وغالية كتير. بقولنا بقى من زمان ان غالي يرخص لنا. دخيلك انت، بلاها هالكلمة احسن ما تطلع باسمك ومع شوفيرة كمان. والله يا عسل مهضومة. وديني عارفك؟ تعرف انا كنت ناوي ابرم وجه عليك، لانه المفروض انه انا اللي انزل نقي الشبكة معك، بس شفت ذوقك هالقد حلو خلص سامح. طب الحمد لله جت سليمه المره دي وعدت. وين بدك تعمل العرس يا فواز؟ عرس مين؟ قصدها يعني الفرح. فرح؟ احنا ما اتفقناش على فرح. والله بدك ياني اتجوز هيك على السكت؟ ليش؟ بشعه ولا فاكهه ولا عوره؟ بشعه ايه وفاكهه ايه؟ ده انت فاكهه حياتي كلها. اوعي تقولي الكلام ده حبيبتي. بعدين ما احنا كده كده رايحين لبنان شهر عسل. ايه وشو خص هي به؟ ما خصنا، انا بدل الاثنين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما تتكلم يا عم سليم. بيني وبينك يا ابني يا فواز، هيدي الليله بتبقى ليله العمر بالنسبه لكل بنت. بعدين انا من طريق استعجالك قلت اكيد حاجز بفندق 7 ستار. فندق 7 ستار ايه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. ما ينفعش خالص. ليش؟ اهو ما ينفعش وخلاص. ما بيصير هيك، هي اول فرحتنا. ايه وانا مش رح اتجوز بلا فرح وزفه. لا حول ولا قوه الا بالله.
تاهت والإله. انت مش عايزه فرح وزفه وجو من ده؟ بره على البركه. احنا هنعمل فرح جميل جدا جدا جدا، بس مش هنا. طيب وين؟ في لبنان. لبنان بقى صحباتك اللي كانوا معاكي من ايام المدرسه كله يجي الفرح، وبكده ابقى عداني العيد وبما يرضي الله. ماشي يا فواز. يا حاج. الحمد لله خير ان شاء الله. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقفل انا جاي لك حالا. فواز ابويا راح مني خلاص. ايه اهدي وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفه فجاه كده طب ساكت. والله كنا قاعدين كويسين، ومن حظي الكويس اني سميحه جت تزورنا، كلمت الحاج وجابوه على الاسعاف على هنا. ايوه يعني طب ازاي؟ كل حاجه شرب حاجه؟ والله ما انا عارف، ده احنا حتى كنا بنعيد. وانا بنتي اللي جبتي اجله ورحمه امي يا نعمه، لو ابويا جرى له حاجه لكن مقطعاكي ومشرحاكي 100 حته. ملوش لزوم الكلام ده يا سميحه. اهي كده يا حاج، من ساعة اللي حصل ما حصل ونازلة فيها تأنيب وتبكيت زي ما كنا انا اللي وقعته. هو في غيرك يا شر البقر؟ سامع يا حاج؟ خلاص يا سميحة ولدة. ده ابويا يا حاج وملوش استب، خايفة يا اخويا لا يحصل امي. اهدوا اهدوا، الحكاية ما تستاهلش، هو كويس بس هيقعد معانا شوية في العناية لما نطمن عليه. العناية؟ يعني على كده بقى هيبات في الانعاش؟ عادي يا نعمة عادي، لازم الدكتور يطمن عليه. طب يعني اسكيوز مي كده يا دكتور، هو ابويا فيه ايه بالظبط؟ السلام عليكم ورحمة الله. قلت لك ما تحفش، انت مش قد الحباية دي. شمتان فين يا جوز بنتي؟ بصراحة أنا مش قادر أمسك نفسي من الضحك. يا راجل ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. تهلكة؟ طبعا، هو في أكتر من التهلكة اللي أنت متجوزها دي؟ ما أنا كنت شغال تمام التمام وفجأة قطعت مية ونور. شغال تمام التمام؟ يكذب يكذب بقى وأنت بندين ربنا. هقول عليا كمان يا عم، كلنا بين ايدين ربنا، ما تزعلش نفسك. مش كفايه بوظتلي ليلتي؟ يعني خير انت تعمل شر انت تلقى. هي نعمه معاكوا بره؟ هي وسميحه هيدخلوا لك دلوقتي. قالت لكم حاجه؟ لا اطمن. الحمد لله. الدكتور بس هو اللي سيح. كبري عقلك يا مايا، حتى لو ما عمل فرح بالمره ايدي الجوازة بدها تتم. وبعدين هو قال لي انه حيعمل الفرح ببيروت، وهيدا اللي بدنا اياه. خلاص يا سليم اهدى شوي، احنا ما قلنا شيء. يعني انت ما شايفه غير انا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الارض؟ هو انا لما بدي اعمل فرح هون بين اصحابي بكون عم بعمل مشكل؟ لك يا بنتي يا مايا، انت ما عارفه المصيبه اللي انا فيها. فواز لو ما مضى العقود اللي مستنياه ببيروت، انا حيتحجز على كل املاكي وحيعلنوا افلاسي ويشرشحوني على صنوبر بيروت. بدل منك عامل هيك بحالك، احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من ديونك وانت سدد له اياهم لما وضعك يتحسن. مروان هيدا راس الافعى واكبر واحد له مصلحه في اعلان افلاسي عشان يستولي على المكتب. عرفتي هلأ المصيبة اللي أنا فيها يا بنتي؟ خلص يا بابا ما تزعل، رح أعمل مثل ما أنت بدك. سوري. سامحيني يا بنتي، لكن هذا هو قدرنا، وعلى الإنسان أنه يواجه قدره بشجاعة وما يستسلم. وأنت هيك برهنتي أنك بنت أصل وأصول، وأنا عمري ما رح أنسى هالجميل. الله يحميك يا بنتي. ممكن اعرف ايه اللي مخليكي قلقانه؟ هو قال لك يا اختي على سفرة لبنان؟
ايوه قال لي عادي يا اختي، ما هو بيسافر كتير. لا دي اول مره يسافر فيها لبنان. ومال لبنان زي غيرها، كلها بلاد ربنا. وبعدين هو بيجري ورا اكل عيشه ورزقه. يا اختي انت بتطمني نفسك ولا بتضحكي عليا؟ والنبي يا هدى تسيبيني في حالي، انا مش طايقه نفسي. يعني انت قلقانه اهو زي يا لهوي يا ابني، قلت بعيد بالكره دي. ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهار، ما احنا الاثنين يا اختي في مركب واحده. عايزاني اقول لك ايه؟ خايفه ومرعوبه اكتر منك 100 مره، اعمل ايه؟ بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده؟ يا دي نيله على الكوره وسنين الكوره يا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولطف يا رب ولطف يا رب. اها كده راحت العشره يا عزم. يلعب واحده تانية يا حاج، ما تعيطش الحساب عندي. على فين يا حاج؟ مرر عقبال ما اجيلك. عندي كلمتين ينفع اقوله؟ لا هو اللي ما ينفعش بصراحه الوقفه اللي احنا واقفينها دي، اللي طوب الارض كله بيتفرج علينا فيها. بسم الله واعمل ايه طيب؟ ما انت بقالك كتير ما بيجيش المحل. لو انت ما تعرفش يا حاج ان انا زبونه، انا على فكره مش بياعه عندك في المحل، يعني انا باجي اشتري حاجاتي وامشي على طول، مش الزام يعني ان انا لازم راحه جايه كده كل يوم. يا ست ما حدش قال الزام ولا حاجه، بالراحه عليها شويه. في ايه؟ الله اسكنت يعني عبودتين عليكي وفجأة كده قطعتي بالراحة. معلش يا حاجة أشغال. طب أنا ليا طلب أخير. لا ما هو في الطلب في الوقفة دي بصراحة كده مش هينفع، أنا لازم أمشي حالا. ما تخافيش، محدش يقدر يبص لك طول ما أنت واقفة هنا. ما هو بس يا حاجة واللي حصل حصل خلاص، وكانت هتقلب دندرة المرة اللي فاتت، خليني أمشي بقى. أبوس رجلك، أنا مش ناقصة فضايح. أنت بقى ما تعرفيش إيه اللي حصل. مش انا ضربت الواد قدامك بالقلم؟ يهرب، راح جاب عيلته وقالت عيلته، كسرت عظمه هو وعيلته وقالت عيلته كمان. ايوه امال انت فاهمه ايه؟ ماشي يا حاج، بس كفايه قوي برضو اللي حصل لحد كده. السلام عليكم. يا ست اسمعي بس، ما كان زمانك سمعت الطلب وخلصنا. ماشي يا حاج هسمع الطلب. قوم ودينا ما تقطعيش بينا، هستناكي. صلاه النبي احسن. خليك شوف طلب خفيف. بسم الله بحرصك وسعيك. بقول لك طلب خفيف. ربنا يسهل. السلام عليكم. مع السلامة. ألف مليون سلامة. يا سلام. ربنا أنت معلم يا فواز. أه صحيح. الحريم دول نعمة، واللي يكرههم يعمى. هو يا حاج. شكرا يا عم عزيز. عفو حاج فواز. إيه يابا؟ ايه؟ مش هيلي على قهوه؟ اصل كان في مصلحه كده بخلصها. مصلحه؟ مصلحه ايه؟ منعم. يا منعم تكون بتتشال. ولا بطل الباكج بتاعك ده، قول لي عملت ايه مع نسابك الجديد؟ تمام الحمد لله. ده انا جاي ابلغك، انا هسافر في خلال يومين واسيب لك بقى محلات والمصنع ومش هوصلك. عليا الاثنين. سافر وانت بتطمن. طمن؟ مش عارف. شامم ريحة حاجة طرية كده وهي اللي مخلية دماغك شاردة. بعدها معاك يا ابن الصياد، هتعملهم عليا أنا ولا إيه؟ أنا بس قلت أقول لك خلي بالك. ليه؟ 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 عشان ما تحصلش أبو سميح. كده؟ أنا بقى هروح أقول لمراتاتك. لا 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 لا، ده أنا بهزر، ده أنا بهزر. تلعب 10 طاولة؟ اتمرنت؟ هنشوف. يلا. عليا النعمة الحاج الكبير ده، دمه زي العسل. أبويا دماغه توزن بلد، إنما قلبه خفيف. يوم ما رحت قلت له على موضوع المصنع عشان نشتري المصنع، اتخض. قال لي هنجيب منين؟ هنجيب منين؟ ما الورشة هي موجودة والصناعية اللي فيها بيقضوا الغرض، فاكر يا زكي؟ طبعا فاكر، بس أنت إيه لعبتها بحرفنة يا حاج؟ ملعون يا زكي. طب ما تحكي لنا يا معلم، يمكن العالم اللي مفيش فايدة فيهم دول يتعلموا منك حاجة. كان في مصنعين نازلين في المزاد، واحد غالي قوي وانا مش محتاج له، والتاني رخيص وسعره مهاود. انما الاثنين نازلين مزاد، يعني ممكن ابو سعر الرخيص ده يعلى في المزاد وما اقدرش عليه. اعمل ايه اعمل ايه؟ جبت زكي، كان ايامها في عصير اناناس كده مش فاكر، كنت بحبه قوي، جبنا كرتونه.
وقعدت اشرب فيها ناس طول الليل وافكر اشرب فيها ناس وافكر لحد ما لقيتها. الله 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 الله، اشجينا يا حاج كمان اشجينا. انا بعت زكي راح دفع تامين المزاد بتاع المصنع الغالي، ورحت رايح المزاد وقعدت اعلي السعر. رفعنا ايه 5 اضعاف يومها، 5 اضعاف ثمنه. اللي موجودين قال لك ده مجنون ده ولا ايه؟ ده عيل مجنون. راحوا ماشيين وسابوا المزاد ورسي عليا المصنع الغالي اللي انا مش عايزه. رحت منسحب وخسرت التأمين. ايه ده ايه ده؟ طب وانت كده بقى كسبت ايه؟ اصبر بس، التقيل جاي ورا. اصبر. ملعون ملعون. كمل يا حاج. انا خسرت التأمين، والتأمين ده كلام فارغ. انما لما رحنا بقى المزاد التاني كان بعدها بيومين. نزلنا بعدها بيومين على المزاد التاني، المصنع بقى اللي انا عايزه. اول ما دخل، ما هم نفس الناس. اول ما شافوني قال لك الواد المجنون اهو بتاع المصنع اللي فات ده هيولع المزاد. وراحوا ماشيين رسي عليا المزاد باحلى سعر في الدنيا. طول عمرك لعيب يا ابني الايه؟ يا عم ولا لعيب ولا حاجه، الواحد بس يسلم نيته لربنا، واللي بتسعى له بتموله. اهم حاجه يكون بما يرضي الله. وانا قبلت زواجها. وانا قبلت زواجها. والف مبروك بالرفاء والبنين. الف مبروك. اشربي كده ميه. ايوه وابلعي ريقك كده. امسكي. ايه يا هدى، احكي لنا ايه اللي حصل؟ يوه يا ستي، سيبتي رجعتنا خلصينا يا وليه بقى ونضاي. يا بنت بالراحه شويه عليها، ما انت شايفاها متخشبه في ايدينا. ما انت مش شايفاها عامله ازاي، ما هي مخروصه ما بتنطقش. اصبري شويه هدى، ايه اللي حصل؟ مش عارفه هو ايه اللي حصل. يا اختي اسمع الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مش عارفة ايه اللي حصل يا شيخة. حرام عليكي حرام عليكي، فزعتينا كلنا وقومتينا من احلاها نومة وقلب البيت، وفي الاخر مش عارفة ايه اللي حصل. يا ولية اصبري شوية، البنت هتنطق. اصبري ايه بس، دي بتستعبط. حرام عليكي يا شيخة، وقفتي قلبي وفي الاخر يا اختي هتطلع بتحلم. ما كانش حلو، ده كان كابوس. كابوس؟ شفتي؟ اهو ده كهن النسوان بقى، انا عارفاه. بقول لك ايه يا عنيا، ابي يا حبيبتي استغطي وانت نايمه. اقول لك حاجه، ما تبقيش تسيبي ظهرك عريان عشان الهوا هيلطشه.
كتكونيلة يلا يا ولاد. قال لي يا هدى هو الكوابيس رجعت لك تاني؟ المرة دي يا اختي كان شديد قوي، كنت حاسة انه طابع على نفسي وراحت بتتسحب مني. فضلت اجري في حتة ضلمة لحد ما اتكعبلت وقعت في بير غويط، راح حبل شدني من رقبتي وبقيت متعلقة في قلب البير. ما فوقتش غير وانا بصرخ كده وكل حتة فيها بتترعش من الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله خير. ايه دي حبيبتي؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا بنتي؟ ليك سنة وستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا رتبت كل حاجة وكله تمام يا حاج. سبحان الله يا شحاتة، شوف الجبال هنا شكلها عامل ازاي، جبال خضرة والعمارات وسط حاجة ما شاء الله تحفة. أيوة يا حاج جميلة أوي 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 يا حاج. لا إله إلا الله. يا شحاتة مالك؟ تعالى بس. مالك في إيه؟ يا حاج إيه؟ يا حاج تمام. حاضر يا حاج. أنا بصراحة بقى أنا هتعب في البلد دي أوي. ليه؟ يا حاج ضحكوا علينا وقالوا لنا ان احنا متجوزين ستات. انا متجوز جبل من دول يا حاج. لا اله الا الله. ازاي؟ اما الستات اللي احنا سمعنا عنهم فدول هنا حاجه تانيه خالص، حاجه تانيه خالص. تحس حاجه كده انهم مستحميين غاسلين وشهم متشطفين على راي كابتن ميمي الشربيني، قماشه تانيه خالص. حلوه حلوه حلوه. اسمع بقى، انا عايزك تكلمهم في مصر وتطمنهم علينا وتقول لهم اني مشغول على الاخر على الاخر وما عنديش وقت، عشان هقفل تليفوناتي وجبت اتنين لابني، واحده ليا واحده ليا. اتنين؟ امال العروسه دي هتعمل فيها ايه يا حاج؟ لا اله الا الله. انا بقول لك اتنين تليفون لبناني عشان نكلم بعض فيهم من غير دوشه كده، بقى الواحد يتفرغ عشان يقضي مهامه لما يرضي الله. كده ربنا يقويه. شكرا، مع السلامة. خير يا أنهار؟ التليفون ده من الحاج مش كده يا أختي؟ شحاتة بيطمنا على الحاج وبيقول إنه مشغول ولما يصدح يبقى يكلمنا. مشغول؟ مشغول لدرجة إنه مش عارف يكلمنا في التليفون؟ جرى إيه يا هدى؟ بيشقى يا حبيبتي. هو أنت شاكة يا أختي في حكاية السفر دي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكلي كده قطعت كلامكم. لا كلام إيه؟ ده كان شحاته بيطمنا على الحاج. ايوه ما هو لسه مكلمني انا كمان. هو ما قالكش حاجه يا حاج؟ يعني هو بخير؟ لا الحمد لله بخير، مشغول لشوشو او ربنا يوفقه بقى ويقويه. ربنا يجيب العواب سليمه يا رب. يا ست انهار انت فين؟ ايوه انا هنا. في ايه؟
عايزاكي في حاجة مهمة. مهمة؟ خير يا ستي، انت في ايه؟ الحق يا ستي، الواد بقاله يومين على الحال ده، لا بياكل ولا بيشرب ولا عايز يكلم حد، انا غلطت معاه. يخرب بيتك ودوك ما افتكرتي تقولي لي. مالك يا حبيبي؟ في ايه يا ابني؟ مفيش. مفيش ازاي يا ابني يا حبيبي؟ الله، مال الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ ماليش نفس اكل. هو ينفع يا حبيبي برضه ما تاكلش؟ ده انت حتى قريت القران ما بقتش تيجي تقرا معايا. مش عاوز اقرا. جرى ايه يا واد؟ انت من امتى بترد بالطريقه دي؟ ما تتلم احسن لمك. بس 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 من فضلكم بقى سيبوني انا والاستاذ شويه. يلا اتفضل. الظاهر ان انا دلعتك بزياده. يلا اتفضل. هذه مالك يا استاذ؟ بقول لك ايه، انت ناوي تتكلم معايا ولا؟ لو مش عاوز تتكلم معايا براحه راحتك، بس انا عارف انك عاوز تتكلم معايا. اتكلم بقى وقول لي مالك. جدو، هو الغنى حرام؟ الغنى؟ ايوه الغنى. وده بقى اللي عامل معاك كده؟ انا عاوز اعرف هو حرام ولا لا؟ يا ابني كلمه حرام وحلال دي ما تتقالش كده وخلاص. لا لا لا، دي كلمه ليها اصول وعلم وفتوى، وما يقولهاش غير اهل الدين وبس. امال بابا قال كده ليه؟ ابوك قال لك كده؟ الله يخرب بيت ابوك. يوم ما كنت بغني في الجنينه وانت كنت مبسوط من صوتي، هو خدني وقال لي اقرا قران احسن، خليك زي الشيخ محمد رفعت. الله 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 الله. هو يا حبيبي في اجمل ولا احلى من صوت الشيخ محمد رفعت؟ بس انا بحب اغني وزمالي بيحب يسمعوا صوتي، وكل ما يقولوا لي غني غفله يكون حرام. يا ابني مش احنا اللي نقول ده حرام وده حلال. لا، ما ينفعش احنا نقولها. بس انت عارف احلى حاجه في الكلام اللي انت بتقوله ده كله ايه؟ ايه؟ انك بتخاف ربنا وعامل حسابه، عشان كده هتلاقيه دايما بينور طريقك، ومنين ما تكون هيبقى معاك، بيحميك من شر نفسك ويرشدك للطريق الصح، زي ما قال في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بص يا واد يا منعم، حب ربنا، حب ربنا، وحب صوتك، وحب الغنى، بس من غير ما تنسى ولا تتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهمت يا ابني؟
يا عروس لك نزلني رح توقعني. يا سلام ليه؟ هو انت متجوزه منخل بقى ولا ايه؟ شو هيدا منخل لسه تجيبه انت؟ بعدين بحكي لك كل شو عم تعمل؟ خلاص احنا خلصنا مرحله الكلام وداخلين على مرحله الفعل. طب انت خليك هون وانا رح فوت من هون. تعالي وانت بقى ايه؟ وده اسمه ايه ده كمان؟ خش داري نفسك بقى يا حاج. خش الداري انت هتبصي لي. نعم. مساء الخير. مساء النور. هيدي كادو من الاوتيل العرسان. ايه دي؟ ازازة شامباني. ازازة ايه؟ شامباني. شامباني؟ خمرة يعني؟ لا يا عم حظ الله، احنا عايزين ربنا يكرمنا، مش يخسف بينا الارض، ولا انت عايز نحصر ابو سميحة؟ اوعى تقول لي بقى مين ابو سميحة ها؟ يلا بعدين اكلمك. شكرا شكرا. براحتك خد وقتك. مساء الخير يا شحاتي. مساء الخير يا سليم بيه، خير في ايه؟ بردون بس ما تكون صحيتك من النوم. وهي البلد بتاعتكم دي يعرف الواحد ينام فيها ولا يشوف النوم؟ خير شو فيه؟ كل حاجة فيها خيلاني، روشاني، مطيرة النوم من عينيا. روق، هو أنت شفت شي بعد؟ ما أنت كمان خيالت واختفت قلوب العذارة. في إلك عندي مفاجأة. مفاجأة؟ إيه. الآنسة سابينا. يا حرام، امبارح ما اجيها نوم وطول الليل عم تبكي، قالت لي بدي كمل حواري مع شحاتي. الآنسة لوليتا. يا حرام قطعت لي قلبي، قالت لي انا معجبة بشحاتي وبدي اخذ معه صورة للذكرى. هاي يا أمّا. شحاتي لك يا شحاتي، الزلمة سخسخ حقيقي، اللي ما شاف شي شاف سيئان لوليتا وسابينا وغشي. شو رأيك، عجبتك حبيبي؟ أنا مش فاهم دي ليا ولا ليك. ليه دي؟ هيدي هدية من العروس للعريس. هو صحيح مفيش فرق يعني بين الراجل ومراته طبعا، انما مش للدرجة دي. تقبرني. تقبريني انت، تعالي. شكرا يا حبيبتي، بس ايه اللخبطة؟ ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان مخليني مش عارف اركز، وده مش مصلحتك. بس والله شكله مثل القمر عليك. انت قمر. ايه الجو ده؟ ايه ده؟ فواز، انا مؤاخذة حبيبتي، بس استوري نفسك كده عشان ما ينفعش الكلام ده. ايه بس ما عنا هالحركات هون. لا احنا عنا الحركات دي، اوعي تعملي كده تاني، احنا صعايد. نعم. انت بتتفرج على ايه؟ انت اول مرة تشوف بيجامة؟ نعم. مساء الخير. مساء النور. اتمنى هيدي كادو تعجب حضرتك هيدي المره. بقول لك ايه، الهديه دي هديه مننا ليك، ودي عشانك انت وحبايبك، مش عايز نفر يخبط عليا الليله دي. يلا ياض، يلا ياض من هنا. انتوا عندكم الحاجات دي هنا برضو؟ اوه يا نهار، اوه يا اختي، دماغي هتنفجر هتنفجر يا اختي. شنيور نازل نخوره فيها، هموت وانام ساعه واحده بس من غير كوابيس. تعبت يا ربي، تعبت يا حول الله يا ربي. يا اختي انت ايه اللي صابك ده؟ انت خسيتي النص، ده انت وشك بقى زي اللقمه. طب الحاج يرجع من السفر يسالني اقول له ايه؟ غصب عني والله يا اختي، مش بايدي، اعمل ايه؟ بت انت عايزه تترقي؟ انا قريت يا اختي نص القران كله في اليومين اللي فاتوا. لا انت مش فهماني، تترقي رقوه بلوازمها. لوازمها؟ لا يا اختي انا ماليش في الكلام ده. يا اختي تنيلي، ده هو ده اللي هيطلع البلاوي الزرقاء اللي قاعده في جتتك؟ اسالي مجرب، انا جربت قبل كده مية مية. بس الحربايه سميحه دي ما تعرفش حاجه.
لان هي دي اللي نشاك العين وعامله فيك البلاوي السودا دي. بجد سميحه غلاويه فعلا، بس ليه يا اختي تعمل كده؟ يا اختي دي نار نار، لو ما لقيتش حد تولع فيه تولع في روحها. ماشي يا نهار، انتوا كده جيتوا على حدري. ست سميحه انا لسه كنت هخبط عليكي. شو كنت صوتك يا زينب؟ عايزه ايه دلوقتي؟ بس الست دي نعمه بره وشكلها غريب قوي. نعمه؟ احسن يكون ابويا جرى له حاجه. بيت ابوك يا نعمه؟ عملت ايه تاني في ابويا يا منيله؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ معلش بقى يا سميحة، انا ما لقيتش حد غيرك اروح، رغم اني عارفة انك بتكرهيني وتقي العمى ولا تقيني، بس انت عارفة ان انا يتيمة وماليش حد. يا اختي قصري الفيلم ده، هبدع الصبح قولي ايه اللي حصل. ابوكي يا سميحة بعد ما شد حيله جه عليا قوي وافتر. ابويا؟ ده الراجل طلع من المستشفى بيرهق من كتر الفكر، ولا انت عايزة ترمي بلاويكي عليه وخلاص؟ والله يا سميحة عندك ابوكي، وروحي اسأليه لو مش مصدقاني وهو يكذبني. الله، طب ليه عملتي فيه ايه يا بنت انطقي؟ والله يا سميحه ما عملت له حاجه، ده انا قاعده يا اختي بضحك معاه وبهزر زي العاده، فجاه لقيته هب فيا زي الوابور، ولما عيطت نزل فيا ضرب. يو بقى ما تقولي يا نعمه، هي فزوره كرومبو؟ لا فزوره ولا يحزنوني حد. اما هي مش فزوره، قول كلامي يقع يا شاهين. امال الله، انا جيت لك انت عشان انت الوحيد اللي حاسس بيا وعارف اللي فيا. طبعا احنا طول عمرنا عشرة عمر، احنا طول عمرنا اخوات يا شهيد، ازاي تقول كلام زي ده؟ اشرب الشاي اشرب. مش عارف اقول لك ايه يا حاج، مكسوف منك ومش عارف اجيبها لك ازاي. يا عم هاتها زي ما تجيبها، بس وانت بتجيبها بقى قول لي كلام يتفهم، كلام يدخل العقل، حاكم اللي انت بتقوله كله انا مش فاهم منه حاجه ابدا. هقول لك ايه؟ ظهر اننا كبرنا وعشنا اكتر من لازم، بس احنا اللي عمالين نقاوح. لا 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 شاهين، لغايه هنا وبس، لغايه هنا واتكلم عن نفسك انت. ما تحولش في وشي، اعمل معروف انا مش ناقص. كلام في سرك؟ البنت صغيره عليا قوي يا حاج، وانا ما عدتش قادر عليها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الله، يا جدع ده بيقولوا الدين في العتاري. اهو الدهن ده هو اللي جاب اجلي. ما انت عارف الدهن لما بيجلس على القلب بيجيب اجل صاحبه. يا ساتر يا راجل، ما تفوتش على نفسك كده. الله، ايه الطوب اللي انت عمال تحدفه ده؟ في ايه يا عم شهيد؟ لا 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 ما تقولش كده خالص. الله، وبعدين وانت عشان خسعت لك شويه يعني هتقلبها من دمك؟ واللي حصل ده عادي، والله عادي وبتحصل في احسن العائلات. انا من ساعه ما اتحشت في المستشفى وخرجت حسيت ان في حاجه فيها اتغيرت، ان انا مش هنا، ان انا في حاجه غلط، حسيت اني ميت. يا راجل فعلا الله وكفاك، ايه اللي انت بتقوله ده يا شهيد؟ انت مالك متشائم كده؟ ده انت زي الفل اهو ما شاء الله عليك. انا عاوزك بقى تهدى كده وتقول لي بالراحه، انت ضربتها ليه؟ لما لقيتها بتضحك حسيت انها بتضحك عليا، واما شفتها بتعيط حسيت انها بتعيط على خديتها انها اتجوزتني، لقيت نفسي نازل فيها ضرب. اوبا، هو ده الغلط، ده الغلط يا شاهين. يا شاهين يا اخويا، الرجوله مش بالسن ولا بالايد التقيله، لا لا لا، الرجوله هنا هنا. انا عاوزك بقى من هنا ورايح تزيح عن قلبك وتدوس على قد ما تقدر، لا تحسبها ولا تبص في المرايه، تلاقي نفسك فجأة هم بقيت جمل، جمل طايح وسط الصحراء وعارف سكتك. قوم يا جمل، قوم اقلبك عشرتين طالع على القهوة، قوم يا جمل قبل ما تصحصح عليا انا، قوم يلا. بدي اعرف ليه شاغل حالك بالاسم شحادة؟ هيدي خدام ولا يسوى؟ ليه زعرينا سكوتك؟ انت منك فهمين الشيء. طب فهمني من شان ارتاح. شحادة هيدا صوت فواز، يعني هيدا اللي بيعرف عنه كل صغيري وكبيري.
وفرض انه كلب ما يبيع صاحبه. واحنا ما بدنا اياه يبيع صاحبه. لكن شو بدك؟ انا بدي اياه يكون صوتي اللي بينخر بودان فواز عشان لما اعرض عليه صفقة الشغل يفضل ينخر وينخر لحد ما يوافق. خلاص وصل. لا مش معقول. لشو هيدا؟ صار لي ساعة ونص ناطرك يا شحاتي. قطرنا يا عم سليم، أنا مش عارف مالي النهاردة، كل ما فوق أميخ واتعب تاني. لا ما شاء الله ما شاء الله، شكلك مصحصح. مصحصح إيه؟ ده أنا تعبان خالص. بقول لك يا عم سليم، هو الحاج فواز اختفى فجأة راح فين؟ انسى الحاج هلا، بتلاقيه دايب دوب بالعسل. آه عسل. كابس، شيل الكابس وافرد الوش العابس وقول ان شاء الله. اوف ان شاء الله النفس هتصفى والقلب هيدفى والعليل ان شاء الله هيشفى. رأيتك بعود من كل حسود، رأيتك بفسوخه من الحصبه والدوخه. يا هدى يا بنت ام هدى وقولي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ان شاء الله هينجيك يا هدى، ما تخافيش يا حبيبتي. امسكي يا زينب. هي ست خدي يا زينب. ايه احط الفضه معاها؟ تحطيهولي جوه اللفه وقمطه جامده. هشرح، هي دي كمان عايزه شرح. انا عايزه قمطه جامده. وانت ما تخافيش يا هدى، احنا مع بعض، مع بعض كلنا هنعدي. انا خايفه يا انوار. ما تخافيش. ايه ورقك؟ ما تخافيش، الوجع زي الطيف يغور ما يرجع. من عين حسود وقلب حقود، من عين غلاويه وفي الاصل شرانيه، من عين الضرة اللي لا تضر ولا تنفع، من عين الولية اللي لسانها يلدع، ومن عين الليحة اللي اسمها سميعة.
ومن عين جوزك فواز الصياد، وابوه منعم الصياد، وبالمره يا ستي اخته حياه بنت الصياد، ومن ضرتك سميحه تاني اللي عمرها ما هتنفعك في حياتك ابدا ابدا. هو ده الكلام. ايدك معايا يا زينب. حاضر يا ستي. من شر حاسد اذا حسد. على كل حاقد الله، على كل حاقد الله. اقول من عين سميحه الله، من عين سميحه الله، حدثت سميحه الله، الله حاجه. سفا عيدي فيها مكاسب خرافيه الفواز، وانا حينوبني من الحب جانب زي ما بتقولوا في مصر. انت ليه ما عم تشرب؟ اصلا حرام حرام. خليه على راحته شحادي، لو ساعدتني انه هالصفقه هيدي تتم هيطلع لك عموله منيحه وحتحسن وضعك المالي. شو ما بدك اغمره؟ لا اسكي بصراحه، انتوا حلوين قوي، مش حرام حرام. الظاهر انه شحاده بيحب مرته كتير. حرام لك يحرم جلدك عن عظمه، ما فيك نظر ولاد. لا حرام 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 حرام. لا لا يا لو يا لو يا لو يا لو يا لو يا لو.